هذا حينه بطنه البطانة من داخل لونها صليج على ما تشوفونها يبين رقم واحد وخفيف وزنها من تلبس الجاكيت هالنمونة لبسته أيوة لبست الجاكيت على ما تشوفونها رقم واحد داخله شيء مخبأ المخبأ هذا فيه الشاحن ماله وهذا الباور بانك تنش انت عادة تحط الباور بانك شغلته رديه تداخل امورك طيبة ولا عليك باس بغيت تسكره هذا ولا بغيت تخليه طلق انت عاد مخير انت مخير سكرته الحين عندك هذا القياس هذا احمى شيء هذا احمى شيء الحمر وترد اللي اقل عقب اللي اقل حينه يازم ينبك ابوي دافي ان كنت في بر ان كنت في بحر ان كنت في جنجل ان كنت ويا البليس مضيع عياله كل امورك طيبه والدنيا دافيه لا يحتاي ابوي لحف عمرك به والدتر برانيس ولا بكمبل ولا هذا ورقم واحد الخير خيرك والشر لخيرك وبقيت ابوي تيلس لا عندك لا اليك لا همك الله لهم يحزنون وبقيت ها تلحف راسك وبقيت ابوي كاشوفي وبقيت تخلي ابوي هذا الطلق على هواك الامر عندك ها سبور رقم واحد ها لا تقولون ما استويت عارض ازياء رقم واحد بس عاد عليك اكيد ابوي بستوي عارض ازياء رقم واحد للمواطنين والشباب والشابات اللي هم عيالنا اللي هم رقم واحد اللي عندهم افكار جميله وافكار مميزه لازم بنوقف وياهم بنرمس عنهم وبنطري وبنتكلم في كل ميلس وفي كل وعلى كل محفل لا وزيدكم ابوي وزيدكم ابوي من الشعر بيت يوم بتحيد ابوي تليفونك عاده عبر عندك ها هذا ابوي ما اخذ ثاني وحط شرش تليفونك ما يحتاج ابوي لا تصير تجيب لك شرش ولا شيء شرشك في مخباك منك ويديك ها رقم واحد درجة الحرارة نفس ما تشوفونها والجو بارد لكن الجاكيت مدفني بشكل مو طبيعي الجاكيت فيه 3 درجات حرارة بس أنا وايد بردان فمخلين أحمر اللي هو أعلى درجة حرارة ومن الرقبة يوصل لين الرأس حتى الرأس عندي دافي بس إيديني شوية بردان أحتاج قفازات عندنا جاكيت حراري هاب في القرية العالمية مؤسسة خليفة محرر رقم 30 جاكيت طبعا هذا أول مرة في الإمارات هو جاكيت حراري شغال على الباور بانك هاي الباور أي باور تحطه يشتغل عليه حتى مال التليفون أي باور يكون باور شغال يعطيك حرارة في الظهر وفي الإيدين من هين في الإيد من هاي في 3 درجات حرارة هاي أهدى شيء وهاي وسط وهاي أكثر شيء حرارة الجاكيت ما شاء الله عندنا اللي وايدين اشتروه وسافروا فيه درجة حرارة يعني تحت الصفر ومدحوا الجاكيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم خير ونور وسرور غزيت على أحد الغرف لجل أني أصور من طرفها كل ما أصور من حجرتي طرف هذاك لمنك واليوم قلت لا بصور من الطرف هذا يكون أخير اللي يسألون ليش البيبات هاي على ما تشوفون شوفوا عليهم من تحت مويسيرات بيبات صغار صغيرونات هاي احط عليهن شوف مال تقطيرها وقت الحر يبخن الرداد هذا يبرد على الشير في اليوم اشغله 3 مرات تقريبا في عز الحر 3 مرات ومن يبرد شوي الجو مرتين لين عاد يظهر السيل وهذا عقب ما اشغل الرداد هذا الرداد كله حتى تانك ربع تانك لما تكون الدلمة هالعادية 200 درهم نص حصان ما ادري ربع حصان ولا حصان قاصر ربع هاي دلمة الهنديات او المانيات اظن الهنديات بعد اخيار فيضخ البيت كامل
ولان رداد فما يحتاج ضغط قوي، لان حطيت ديلمه من القويات تناقع عن البيبات، والبيب روحه صغيروري ما تشوفون مرفعه، انتم رفيع ماشي يرفع عنه، وبين بين كل قطار وقطار تقريبا متر، ويبخ فينزل عليه الرداد بارد يغدي ويلطف الجو ويلطف الارض، فمش مش مكلف يعني. كل هالبيبات كلهن هاللي تشوفون السود حتى 500 درهم ما كلفه للبيت كامل، للبيت كامل دور مدار 75% مساحه الارض انا زارع ولله الحمد. والارض دومها الحافه ما شيء خرس يسوي بكتيريا، والبيبات هالبيض الكبار هاي اللي حاطنهن ارتفاع اللي تشوفونهن هاي اللي ما يعرف شو اسوي الحين، ترى كل يوم تجي الاسئله هاي من قلت لا حيل فالبيبات هاي الله يحفظكم مركبنهن انا شبكه هاي كامله، فقط اني المراد منهن تلحيف الزراعه، زراعتي هنا كلها من نوع القزمي، من نوع اللي ما تصير فوق، اطول شيء 5.5 أمتار خمسة أمتار ونص إلى 6 أمتار، والبيبات 7 أمتار. فلذلك ألحف المكان هذا كامل بشيت، الشيتات عبارة عن أحجام، شيء 3x6 وشيء 6x6 مكان، وأسوي خلي بين شيء نسخ عسب يدخل الهواء وتتهوى البقعة لجل بس من فوق، هذا هي تتهوى لكن يوم بتي الهويات شوي القوية ما تتأثر البيبات، فتازم فتشه بين البيب وبين الخاتم مال الطربال اللي أنا حطه. شيت الخضر هذا شيء أنواع، عاد شيء لون خضر شيء بيج وشيء عاد أنت على حسب رغبك شو اللي تبى. أنا أحط عازل حراري قوته 70% يعزل وهيت الشمس، فلذلك الحمد لله الله سبحانه وتعالى طرح لي البركة في الزراعة لأني أنا مهتم فيها ومعتني فيها. اليوم يعني الله يبارك فيكم عندنا موضوع مهم ثم مهم ثم مهم ثم مهم بكل ما تملك القوة من أهمية واهتمام. موضوعنا اليوم موضوع وايد حساس، وهذا وقته، هذا وقت الاهتمام في الموضوع هذا الحين، هو مفروض والله قبل شهر وشهرين لكن الحين عاده ما باليد حيله. اليوم عاده هنا عزمتني اخبركم عنه، ولولا ما كانت عندي دراية كامله 100% اعرف يا غير عرفي والله هن، لكن الحمد لله حاليا اليوم جزاه الله خير اخوي والمهندس والراقي والفنان والشخصي المميزه حمد البيرق اعطانا المعلومه، وتمنيت اني اسوي فيديو روحه ويخبرني لكن ما طع ترشيت والله لين الشده ما طع، قال ما طع المهم انه ما طع، شي خصكم انتم شو قال عاد، المهم ما طع، لكن اعطاني النبذه وان شاء الله اني بشرح لكم اياه اللي هو موضوع عقد الثمار. ليش الثمره تحت وايد العرب اللي يقولون والله نحن شيارنا يثمر لكن يحت تبدا غادي كبر اللوميه ويحتي غادي كبر البرتقاله ويحتي غادي زهره ويحتي غادي على كبر حبه القهوه كبر حبه النبجه ويحت كان همبه ولا لومي ولا 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 رطب ولا كله يقولون يحت يتحتحت. شو الاسباب؟ جزاه الله خير حمد البيرق ما قصر بارك الله فيه من ام القيوين، اليوم طرش الفويس نوت وان شاء الله اني بخبركم باللي خبرني به وفادني أنا، وبفيدكم مثل ما أنا أستفيد اليوم ودوم منه من أول ما عرفت جزاه الله خير، من هالكثر سنة ما أستفيد منه إلا الشيء اللي فيه فايدة، فلذلك الله يبارك فيه وفي رزقه وحلاله. عنده مزرعة نموذجية مش مال بيع ومشترى، هو هاوي عاشق للأزهار وللأشجار ويتحدى الطبيعة وزارع شيء مش موجود في أي مكان في الدنيا العود، هو زار عنده في مزرعته في شابر في ام القيوين، قال والله تعدوا ام القيوين كل شيء يظهر عندهم، حلفون لك عرب لو حلم قيوين يرزون المربعه لايثه على البحر، لايثه على البحر مكمله دهر داقتنها الشمس يزرعونها في ارضهم اصبحت خضراء، قو عندهم تبارك الرحمن ارضهم طيبه، هم طيبين كيف ما ارضهم طيبه كيف ما بغدوهم طيبين، هم طيبين الامارات كلها طيبه وفنانه وبلاد مسلمين بلاد ناس ان الله راضي عنهم الحمد لله، حسب شيء الله طارح لهم البركه.
اولا في حكامهم، ثانيا في شعبهم وفي عيالهم وفي حلالهم ورزقهم ونصيبهم وبالضيوف المميزين اللي يجون هالدار، الضيوف المميزين اللي يجون هالدار، الضيوف اللي ما تشد وطت قدامهم اي دار عاديه، ما يجون الا عند السبيشل. والامارات بكبرها سبيشل، بلادنا هي راعيه السبيشل، هي اسمها سبيشل بسبيشل. تبارك الرحمن، أرض مباركة وحكامها ناس مبروكين وخيرهم فضيل، وعاد وباد شرق الأرض ومغربها، ويوصل فضل هالدار لكل قاصي وداني. يا الله يا رب تحفظها، فضل الله اللي منبه على هالبلاد وعلى حكامها عن الكرة الأرضية. قطعة صغيرة من الأرض لكن فضلها عاد وباد أراضي شاسعة في الكون، ترضف مساحة الإمارات بملايين المرات. فضل من الله مظهر أن في هالدار لكن واصل وعاد وباد دعام على أمة لا إله إلا الله، المسلمين وغير المسلمين، العرب وغير العرب، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. على هالطاري يحل ضيف على دولتنا الحبيبة الغالية دولة الإمارات، بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب. توقيع الله يحفظكم، وثيقة الأخوة، وثيقة الأخوة على أرض السعادة، أرض الطيب، أرض الكرم، أرض اليود، أرض زايد يعلى الجنة يا رب العالمين. هذا كله تم في وقت لقاء الأخوة، لقاء الأخوة الإنسانية اللي تم في أبوظبي في صرح زايد المؤسس، في صرح زايد المؤسس، نعم في صرح زايد المؤسس، زايد الخير اللي خيره وصل شرق الأرض ومغربها، مب من اليوم، من عشرات السنين، من أول ما ظهر الخير على هالدار، أول ما فكر في هالدار وراحتهم واستغرارهم مثل ما تعرفون، ومن ثم ما اختزن هذا الخير والفضل اللي جاي من الله لجل داره فقط وهله وجماعته وناسه ويرانه، لا، وصل شرق الأرض ومغربها. ما تمت بلاد في كنتي الكرة الأرضية ما وصلت فضل الله عن طريق حياة الشيخ زايد. نعم رب العالمين الله سخره لخدمة العالم كله، فلذلك عيالي ساروا على نهجه، عيالي ساروا على نهجه، يعلى الله يحفظهم ويطول بعمارهم ويحفظ شيخ خليفة وإخوانه، تحفظ حكامنا وأولياء عهودنا وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم الكبار والصغار، وتحفظ وزرائنا وسفرائنا وجيشنا ودكاترتنا ومهندسينا من كل شر وضر، وكل حد في هالدنيا العودة اللي في الإمارات كلهم تحفظهم، وتحفظ شعبنا داخل الدولة وخارجها من طلبة ومن اللي يتعالجون ومن المغتربين اللي يشتغلون في السفارات اللي يشتغلون في الملحقيات العسكرية، إنك تحفظهم، واللي واجفين على خط الدفاع عن هالبلد أرض وجو، حافظين أبوي شفتات في البحور والبرور يحافظون على سلامتنا، إنك انت حفظهم يا رب العالمين. اللي قابضين في خفر السواحل واللي على الحدود واللي خارج الحدود واللي حافظين أمن الدول المجاورة والبعيدة والجريبة، إنك تحفظهم. واللي يسوون الأعمال الإنسانية عن طريق الهلال الأحمر وغير الهلال الأحمر اللي تابع وما ترف فيه الدولة، إنك تحفظهم. مناسب الله يحفظكم، يسعدني ويشرفني أني أنا أعرض فيديو بحطه من بعد الاستئذان، شيء طبيعي، استأذنت استئذان مباشر خطي، مش خدت الشيء وحطيت بدون استئذان، لا، استأذنت من صاحب الشان الأخ العزيز عبد الله العبدولي في موضوع الفيديو اللي نزله عن باب الفاتيكان أمس، وإن شاء الله أني بنشر لكم إياه ومتحين تقريبا ما يقارب أظن دقيقة ونص، أنكم بتستفيدون من المعلومات اللي بيخبركم عنها الأستاذ الفاضل عبد الله العبدولي بما يختص بزيارة باب الفاتيكان.
جزاه الله خير عنا وعن شعب الإمارات كل خير أستاذ فاضل. مبروك خير، رمسته تشرح القلب، وهو بكبره طيب، يعني الله يحفظه ويحفظ منطوقه. السلام عليكم. هاليومين طلعت تساؤلات من البعض، شو يسوي البابا عندنا؟ وليش داعينا؟ وليش هالحفاوة والترحيب الملكي؟ أنا بقول لك، أول سؤال، ليش هذه الحفاوة والاستقبال الملكي والرئاسي للبابا؟ أول شيء لأن هذا البابا يعد رئيس دولة، الفاتيكان دولة وهذا رئيسها. ثاني شيء، أتباع هذا البابا حول العالم أكثر من 1,300,000,000 شخص من الكاثوليك. ثاني شيء، البعض استخدم هذه الآية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، بغض النظر إن كانت هذه الآية موجهة للرسول بشكل شخصي، ولكن الشيخ الشعراوي اللي ما يختلفون عليه اثنين عنده نقطة مهمة في هذه الآية، نسمعها. ويجب أن تفرقوا بين الرضا وبين التعايش. فيه فرق بين الرضا وبين التعايش. اللي يقول الشيخ الشعراوي ان هناك في فرق شاسع ما بين الرضا والتعايش، يعني نحن في الامارات نتعايش معاهم، نتآخى معاهم في الانسانيه، ما بندخل في دينهم. ثاني شيء، في ايه مهم ان الواحد ينتبه لها، ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. هذا لفظ ضبي قسيس، ها؟ يعني لو تفكر فيها ان القران ربط مودتنا ومحبتنا مع المسيحيين بوجود الراهب والقسيس. السؤال الثالث، كيف يدخل باب الفاتيكان مسجد الشيخ زايد في بضري؟ نحن نقتدي برسول، الرسول اللهم صلي وسلم عليه كان يستقبل كل الوفود ايا كانت ديانته في المسجد، وابرز مثال على هذا وفد اهل نجران المسيحيين اللي استقبلهم الرسول داخل المسجد وخلاهم يصلون صلاتهم الخاصه داخل المسجد النبوي. في شيء عن هذا الباب بالذات كثيرين ما يعرفونه، قبل 3 سنوات وبالتحديد في 2016 كانت داعش ماخذ الصيت العالمي وناشر صورة سيئة عن الإسلام، ومعاها بعض الجماعات التكفيرية المدعومة من بعض الدول العربية. هذا البابا طلع في هذاك اليوم ورفض أن يربط الإسلام بالإرهاب، مع أنه ما حد طلب منه. أبغى أقوله أنه واحد من أهم الأسباب اللي ترفع من سمعة الإمارات عالميا وتحافظ على مكانتها ما بين دول عالمية هو التعايش والتسامح في الإمارات، من اليوم من تأسيس الاتحاد. What is this? Where is Anna? Fresh or take another one? This one? This one? This fresh? Yes. Hey! How are you? I'm fine, sir. When did you came? Yesterday night. Family? Family, everything is good, sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Your daughter? My daughter is very nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cool. Ya Rabbi, you come more black? Yeah, so son, I'm going there and there. I have to go for school meeting. I have to take my garden. Okay. So I need to go there to rest, sir. Oh, you are here coming for rest in Abu Dhabi. No. Yes. I'm coming to look to work more money. I need more money now. Why? Yeah. You need to make millionaire? Sir, even I want to go another step. You know the way I did now. Hey. Everybody is blessing me. Take what? This. What is that? This is for you. You make it? What is it? This is arrowroot. Arrowroot? You have to eat it like sweet potatoes. Okay. To make it, to build the muscles. For muscles? Yeah, yes. Thank you. Inshallah, please start, taste it, okay? Inshallah. Thank you. Mahanaya. Today, what do you do? I bled my hair. You, who do this for you? Me. How? You bled, since I'm the way you bled, Matt. Hey. Yes. MashaAllah. And what is this? Bastorma, egg, faga, and faga. Hey, okay. You put some chili? Yes. Thank you. Chili on top. Thank you. You're welcome, sir. Put it in the plate. I see. Show it to me the plate. Put it in the plate. There you are. No, up and down. Up and down. Up and down. There you are. Up and down. And then we put this one. This one? Yes. Yeah, thank you very much. You're welcome. Open this, I'll show you this one. Already open. هذا الله يحفظكم خبز. ليه بتخليه لك this؟ هذا ما بخمير ترى. هذا خبز بر مخدوم على طريقة الخمير، متعلمين الخلطة من حرمة من هالبحرين الله يحفظها. جزاها الله خير، خبرتني عن طريقها وخبرت لكم حفيد وخدموه. والله شيء جميل يعني فنان. ثانك يو.
شهر وعشرة أيام خلصت. تقولي بعد I need more. إذا كان تميتي تحرري بقولها لا. يعني حد يجينا هناك. سمعوا حد يجينا؟ صباح الخير. ما قلتي لي نتبتين. Good morning. خوزت منك. صباح الخير. ما تبي التصوير صح؟ صباح الخير. نسيت النجبتين. انا نسيت النجبتين. سامحيني. صلاح وين؟ الحين جاي. صباح الخير. اثريا صلاح. كيف حالك؟ الحين جاي. الحين. الحين. اليوم بعد بسوينا بعد موديل جديد. الواحد اقولها مترقبه وبنشوف خالد الخالدي. قالت لي شو اللي حق قريب خبز المشاكل. انزين يلا. هاي أنة البنات ما شاء الله. ماشي قربا. هاي أم الحناية وهاي تدواركا. البارحة هاضلة. صباحكم على حين فنان غير نمونة. صباحا أصبحنا اليوم غير نمونة مميز. جتنا أبوي تحيدون من مدة حطيت أنا أعلنت عن منتج شاب يارا من نيران الله يحفظها. بنت مثقفة بحرمة معيال. يعني مثابرة مجتهدة. فلكل مجتهد نصيب. خبرنا هاك اليوم عن المحتوى اللي عندها اللي هو عبارة من ري من عطر ومن دخول. فنفذت الكمية كلها. فحين اليوم تقول خالد نحن سوينا إضافة ونشرح للجماعة شو نوعية الدخول اللي عندنا. قلت لها تعالي انت بكبرك. انت تعالي بكبرك ورمسي. انا ما عندي مشكلة. انا اشجع بناتنا واشجع الانسان المجتهد اذا ان شيء عنده منتج يستاهل ويرزق. دام انه نفذت الكمية كلها اللي عندك وسويت وسار معناته انه اللي تبيع السلعة. شوفوا اي شيء جيد منتج جيد السلعة عارضة نفسها. ليسوي اعلان للموضوع اللي هو جودة المنتج. الناس بتاخذ بتيرب. الناس مش عبطة ولا ما في عقل. اخذوا ساروا يربعون ياخذون شيء مبغاوي ريحة خنفسان. لا ياخذون الشيء الزين. الناس عندها خشوم وعندها نظرة وعندها طريقة تفكير وطريقة انتقاء الشيء اللي يعجبها. فقلت لأبوي تعالي وبتناولين البيت وبنسولف وياك والحمد لله. جت الحرمة وحنا نسولف وياها. ابننا العزيز حفيظ نو سمايل توداي نو سمايل. هذا ابوي خادم ابوي قرص عقيلي. هذا بنسير به على عرب ان شاء الله. هذا قرص عقيلي خدمه حفيظ. وحين يراوين ها القاز زين. شو رايك انت بتسوي بعد صفه فوق ولا بس كافي؟ ما فكره. اوكي بس تجيب فوق شويه بعد هذا يجي حلو. يجي حلو؟ بس سو واحد قرطاس وسو واحد بعد لاين. ثانك يو حفيظ. ثانك يو. عطنا واحدة بنطعم أبويه ضيفتنا. يلا ثانك يو. أميرة وأم محمد جازت لها قهوتنا. قلنا لها أبوي قهوتنا نحن. قالت لي غير عن قهوتهم. قلت أبوي أكيد بتكون غير. نحن يعلى الله يحفظكم قهوتنا تينا من دبي. وتظهر ظاهر أبوي من غزر مال. ظاهر معد ناس نيواد. وحين من رمضان اللي خطف واللي قبله من سنتين وهاي الثالثة. ما كد خذناها القهوة ولا كد حمسناها ولا كد طحناها. أتينا مخدومة ومتعبلين منها وعلى ما تشوفون. تحرونها مديو فيها زعفران وهي الزعفران ما تايدة. حمرة ريحتها هي ما فيها زعفران وهي النمونة. فلذلك تقول غير عن قهوتنا. فالمراد فهمه ان ما شي بيت قهوته شارت لقهوة البيت الثاني. لانك انت ما تاخذ من سوبر ماركت. كل بيت ولها درجة حمسة ونحن حمسة قهوته. فالتينا مدبي محموسة على ذوق ناس عربي على الله يحفظهم جايزتلنا قهوتهم. فمن جازتلنا هاك اليوم وهم ما شاء الله القطمة بقطمتها. حرام ما تطرشوا 20 و30 و50 كيلو. ما تطرشوا هن 50 كيلو. يعني أي شيء تول على الله يحفظهم إن شاء الله ويطول بعمارهم ويعل عمرهم على عدد درات حبات القهوة كلها.
طول هالسنين. يا ربي الين تقوم القيامة. الله يحفظ. ليش تأخرت هالكثر؟ ليش تأخرتوا صلاح اليوم؟ ليه وليش تأخرتوا هالكثر؟ ليش تأخرت؟ خز عنا. ليش تأخرتوا؟ ها؟ تفتشت البراغي؟ وهني والطرف هذا؟ ها؟ تمام الله يسلم اترياك انا صلاح هذا هذا شفت قال مالك حظ اليوم الحين بتصير عاده هاي العروس الحين بتصير خلاص العروس وبتصير ما شي فايده هي برايها تصير يا العروس مع السلامه ما غير انت زين خلاص برايها تصير صلاح لا ما ولا تصير ترى مني ضروري السح أم محمد عندها بنت عمرها 19 سنة شو رأيك؟ تبلم ولا تبل بنت؟ ما أعرف أقلم لا إذنش يسيري أم محمد برايك مرخوص الله يحفظك ما أعرف لا لا خلاص بتسير الحرب شو يعني خلاص قرر شو حينه؟ تبل بنت ولا تبلم؟ ما أعرف تبى هذه ولا تبى بنت؟ ما أعرف ايه تخاد حينا امين يو هذا انا شكرا 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 امين يو شكرا جزيلا شنو هذه؟ بطاطا مني شفت ايت؟ بالله عشان الله عشان الله منو انت هو برينج يو هي برينج يو؟ نو وين سلام عليكم؟ سلمت عليه؟ لا لسه اي واز ويتنج فور يو امين يو السلام عليكم صلوح عزيز انت وين انا هنا بيض موجود بيض 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 اريد بيض ان شاء الله بيض لازم بيض كل يوم خلي اسوي كورن فليكس اليوم كورن فليكس صلاح كورن فليكس مع حليب ان شاء الله بطنك بيدود من البيض كل يوم بيض 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 حق طر 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 انا الله اكبر مسوي لها بويه والله يا ابوكم شوفوا البارح يوم دقه تليفون قالت بي واريد محله تسوي لي محله زايد ويوم شفت التحيه تلومت ورب العالمين ستر يملني ها طلع مسوي لي ابوي محله زايد بلا اي قول وهذا الخبز اللي حق هذا الخبز قلت لكم متعلمين من حرمان هل البحرين نفس عينه العين العاديه لكن بدون ماء بس روب روب وطحين ومخمر وبكم بودر شوي يونت بكم بودر روب وطحين ومخمر نفس الشيء بس روب بدون أي شيء بس روب روب ومخمر ويغدي القرص هالنمونة هذا القرص نفس الطريقة هذا عاد حط على وجهه سمسم وهذا هذا الطحين البر شو حبيبي هذا أبو يابتن صبر صبر هذا أبو يابتن دوارك هذا لوبيا صلاح بنعطيك من اللي مسوتن يابتن دوارك هذا زين زين هذا فنان شرات الفندال وهما الفندال ها ها تلاكش يدك تلاكش ويديك وريولك انا ابو تمن تشوف الجنس الناعم تخاديت انا ابوك يا الجنس الناعم شو مسويات في العرب من يشوفكم تخاد بعد يلس على العرش خلصت الكميه اللي عندها ونفذت الكميه من شو من جودة المنتج اللي عندها فلذلك حسنت ب ب ب ب بالباكينج وحسنت بحجم العلب وطورت يعني كل شيء مبدع سوته جزاها الله خير شو الجديد اللي سويتي من عقب هاك اليوم وشو اللي استوى من عقب ما جبتي منتج واعلن واعلن عنه عند ابو محمد ما ظهر دخوني عنده في السناب ما شاء الله الاقبال وايد مستمر سهلي. واضافات وايد جاتني على الانستغرام واتصالات ما توقف ليل ونهار ما شاء الله عليه ربي يحفظه الناس تطلب مجموعه الخالدي وعندي سبع مجموعات سبع مجموعات طبعا كلهم خلصن ما شاء الله كانت عندي كل مجموعه 100 حبه 700 حبه كلهم خلصن وضفنا اضافات جديده شو الجديد اللي سويتي غير عن اللي عرفته العرب وخذوه عنك ميرة ميرة على بنيتك عربي هنا تبع فرنسي ودخو وايد حلو هي اختارت الخلطة روحها خلطت وهي اختارت الخلطة من تضم ثلاث خلطات دخون فتون على اسم المنتج ودخون أوركيد من أفضل أنواع الدخون
طبعا العود شو تستعملين؟ وين العود اللي تستعملينه؟ العود استخدمه يبوا لي اياه شركه تجيب لي اياه عود هندي ما شاء الله. احنا رحنا نطحنه، عندنا مكان يطحن العود، العود اللي نستخدمه عود دقه. احنا روحنا مو وين تجيبون عود الدقه انتم الحين مش موجود؟ شركه، لا شركه تجيب لي اياه، هو عود هندي تجيب لي اياه شركه نطحنه، عندنا مطاحن خاصه يطحنون لي اياه يجيبون لي اياه، اضيف عليه خلطات الخاصه اللي هي كل خلطه تتميز عن كم نوع عندك خلطات؟ قبل كانت 7 لكن ما شاء الله عليك يوم ظهرتها في السناب زدت 3 منتجات ما شاء الله عليك. هاي الثلاثة على فكرة انا ما اعرف، هي وايد حلوات الثلاث تبارك الرحمن، مشكلة يخلصن يعني حتى الله يرزقك ان شاء الله تستاهلي ان شاء الله. يقولون خالدي عرضة معناته هذا نمبر 1، لو ما كان نمبر 1 والله يبس ما عرضتلك، كل حد يقول تستاهلي تستاهلي. وعندي حاليا بعد 3 منتجات عطور، الجوري والدانة وعطر ميرا، لكن للأسف بعد ميرا خلص من كثر ما هو حلو خلص. الدانة بعد وايد حلو ب70 درهم الغرشة، مركز 40%. هذا شو؟ الجوري. زي شو ريحة عادة هذا؟ الجوري عياسمي. هذا اللي بيعيبني بيكون هذا ها عياسمي قرب الله عندك. هي والله ما هي برمصة؟ قول يا رب ما يبى اقول. انا عطر بخيني بندانه، ها عطر الدانه هي، وهذا عطر جوري. هذا ابويه اللي عطر الاول الفوعه، يرد ريحه شرات ريحه الفوعه، ريحه شرات ريحه الفوعه، شيء عطر من العطورات الاوليه يسمونه فوعه، هذا العطر شرات ريحه الفوعه وخنين ريحته. الثاني زين حق بنيات، لكن هذاكي اكثر ريحته شرات الفوعه. وين من هالها اللي روحتيني باول؟ الاولي هذا شو اسمه؟ اسمه الجوري. الجوري هذا الاولي اسمه جوري، والثاني الدانه. الدانه زين، لكن الجوري ازين. سوري يعني. وميره حلو بس ما يبته خلص، ما ادري ما اعرف انا يوم بشوف بعيني بخبرك. ما شاء الله عليك منتج كله فنان. صلاح اخ علي ماكل حوار انت، شو متريج؟ شو زكيتيه انت دواركه؟ دواركه شو عطيتيه انت تو ياكل؟ اراروت اند ميلك. اراروت ميلك اند ميلك يس. طيب والله يبا والله يس. انزين اقول لك شو الحين العروض اللي عندك انت؟ عروض الخالدي 7 انواع دخون. ايوه الدخون ب 100 درهم. هاي الحين الغرش ب 100؟ نعم. قبل شهر الغرش روح فاضي تسوالها 100؟ هي 130، لكن عرض الخالدي 7 وفوق، 7 انواع دخون وفوق 100. ما قواك ما اقول عن شيء. ها بد يا شو اللي عاد هذا انت وحده ما كنت شل وحده تحط؟ ان شاء الله. يلا. حطي لنا شوي دخل حساب النون جايبين بيعود. لا ما هي هل مضيع القويطي يا القويطي على هالجنه رعيته. زين صبري عليه من الجديد؟ لا هذا من المجموعه القديمه. ما ابالغ انه فنان زين يعني دخون زين دخون فنان ريحته باردة ولبيوت لبيوت والكنادي الحرمات وشيء مميز زين يعني ما بضروري تعردن على نوع واحد وتقبضن سمت واحد. شو تخنتها بيضة الدخون يبي تخنت سود عرفوا ان كل مسك وكل شكر سق مريج. لو تغدي تخنت سودة هذا ثلثين مسك وشكر، هذا لا والله ريحته خنينة وفنانة. هذا شو من هالحين اللي حطيتي؟ المياس. هو كم نوع؟ وكل 10 أنواع. 10 أنواع؟ وحين اللي بيراسلت وكيف يعرف العشرة أنواع؟ أنت تخبريني؟ أخبرك كل شيء. أوصف له. دخل عبا دخلك لبنية. بنية حرمة. دخن. ما يبى أبوي ما يبى ما يبى ما يبى ما يبى. زين أنت تدخني. انت بتاخذها حلو
بتاخذ هي لو بتاخذ بنت صلاح. صلاح تراها بتصير هاي فرصه لا تعوض. لا تقول ما قلنا لك ترى بتصير. شو الحين تبغى هي ولا بنتها؟ هي تبغى حلوه هاي ولا لا؟ أرب خلاص سيري سيري بوي بيت. لا لا سيري بيتكم. شو حينه هي ولا لا؟ بس مبروك 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 من كل مال من هالعيال. تو اللي يترعى هنمون وين تبغى الحرمه؟ باع 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 باع. هاي الحرمه تبقى محلانه قالت ابوي عاطيني اياه مسوين حقي عطوني اياه. زين شيء عندكم هناك محله ولا خلاص هذا كله؟ في شويه حطها عباس على دباس في صحن مال يصير ماي مال تيك اوي. زين لا بتحط من في وعيالنا يصير يرقدون عليهن. يلا شكرا. ابتدت بسبع عطورات بسبع انواع دخون وضافت عليهم مضربين الحين عطر وضافت عليهم بعد ثلاث انواع دخون يداد. فلذلك اعجبت باصرارها والرزق على ما قالوا المصريين يبقى الخفيه لازم الـ 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 الحركه من كنتي الانسان والبركه من الله سبحانه وتعالى. يوم انت بتجتهد رب العالمين بييسر لك جنود من عنده يفتحون لك أبواب الرزق من كل مكان بأمر من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أنا مقتنع بشغلها والله ييسر أمورها ويرزقها هي. شو قالت صلاح؟ قال لي أعطيني سنابك. صلاح؟ صح؟ قلت لها تبغى سنابها؟ الحين قلت لها ولا ما قلت؟ تبغى سنابها يعني؟ بعد ما قواك يا صلاح. صلاح تبغي رقم تليفونها ولا سناب؟ سلام. والتليفون ما تبغيه؟ لا ما يبي رقم. يبي اشوفه بس. يبي يطالع شو تعرضين وشو ترمسين. عشو طربان صلاح. اسميك انت؟ هاي وقف مكسوره وتبرد. هذا. قم عاد وصل العروس. اخ عليك اخ عليك. يلا مع السلامه. تقوم انت افتح باب انا ما مجبور. انت ابوي المجبور. انت المجبور بتموت. انا ابو تفتشت البراقي. ما تنبرقي فيك ولا بلط. كل تفتشت ما تشوف اي حد مره تفتشت. اخ عليك يا صلاح. بخبر حصه شدي علي حصه. ترى ابوي غازل لبني وخذ سنابها وما ادري شو وما ادري شو. قلت لها قلت قالها احبك بعد وحرمه معرسه مع عيالها طولها على 20 سنه عيالها. كيف تغازل البنيه؟ والله ما انت انا شي خصني انت. الله اكبر. يا سلام يا سلام يا سلام. ثانك يو فيري ماتش. هذا من عند دوارك يا ربي. يا دوارك مشكوره اعطيتي خير مشكوره. ثانك يو فيري ماتش يا دوارك. هذا all this from your country or from your from my place from the country from yes. The garden but not from your garden from my garden all this yes only this ah. This is not from your garden yeah this one I mean outside and yes. This is from my garden avocado from avocado yeah, this but is this one is my mom send it to well from your mom yeah thank you habibti yeah. And this one and this one from my mom this one from my mom but I am but mine is not yet done ah okay. Yeah The melon. That is the melon for us. Hey, I love it, this one. Yalla, open for me one. Cookie. Hey! Is it in the Katani? Osha, open. No, no, this one more, Mustawi. There is avocado. I want you to taste the avocado for Kenya. Hey. Voila? Yes. What? This one? Yeah. The one right. The one right. Which one? And Madame Cisse, remember? Uh-huh. Yeah, quickly, huh? What is this inside? This is this one, nut. This is the oil for this nut. What is nut? The one, the zest for shahal, zest for cooking. This is now for zest for cooking. My husband is working in this company. Voila, yeah. Open it, show it to me. What for, yani? Yeah, yes. For eat? For cooking is nice for the cancer. If you have cancer, it's nice to use this one. Oil instead the other oil. But it's very expensive. Voila. It's very expensive to buy. This is macadamia oil. This is the nut, this one. Hada. Yeah,
and I think I have the another one small box. The one is ready, you can eat. Voila. This is for cook. This or... is for cook. Ah, for yeah, cooking. This is for cooking now. Hey. If you have problem of cancer, it's nice for the health. Thank you very much, Dwarka. Thank you. Thank you. شو حبيبي؟ أنا وأنت حقنا كلنا بالنص وين؟ What is it? This one is arrow root. Ha, where is it now? This is here. It's here. Give me small pieces. This one. But me, I'm that hard because I touch those things. السلام عليكم. شو بلاكم؟ شو في؟ هو أنت سوالفك الله. ها شو تبغى؟ زين. دوارك الحين هذا هو شارات الخيار هذا this is not fruit this is fruit fruit yes وهذا الأفوكادو أكرم إنك صاحي وهذا اللي شارات اللي يقط هو ما بيقط هاي الفاكهة هاي هذا الفاكهة الخضر أراروت على قولتها بسم الله الرحمن الرحيم but this not there is no salt so زبوكت عم شرات العلي ولا شوي فيه طعم لذيذ يعني فنان يعني فنان ما يبارك كلام فنان this is full protein yes that one with everything سبحان الله دوارك هذا هذا هو هذا أظني موجود في there is in the supermarket yeah, yeah, here yeah, there is supermarket. And Lulu yes. yes also the leaves for this one they cook same salata and they take the skin yes and you boil it only yeah. water no don't then, take the skin huh? just wash nice you know I did it wash nice because it's coming so that it will not carbon okay so you wash it nice you break this with the skin the skinner and then you boil it after then when it finished then you remove the skin and eat it سمسم سويت باتاتو شرات طباخ الفندال but it branded to the water هي هي والله لذيذ طعمه كان تبون الصدق ما اللي ما يعرفه what's the name for this one دواركا arrow root ها arrow root one more arrow root ها arrow root صار صلاح مين قول له arrow root شو مولي أراروت. أدوي. Do you know the one you put in your hair like this? The spray, the green. Ah. In your mirror there. This one. Hey. This one for cooking. That one for the hair. والله. Yes. على أساس إني فهمت. Thank you. Welcome. Say it again. This one you cut small pieces like potatoes. El gara. Okay. Yes. And then you take potatoes three or four according the family. You cut like potato the way you will cut this one, and then. You remove the skin, you cut square same potatoes, and then you take laham, you cook nice saluna. Saluna laham. Yeah. And then it will become thick. Wallah. It's very nice. Saluna ma laham. Yes. Wala you can make with the chicken, but it's very nice, sir. Would laham better? Yeah, laham is better. Khalas, inshallah tomorrow. I will make. Afis will make for you. Huh? Afis will make. Why? I don't know Afis how to make. No, but you do it for me. Okay, inshallah. Okay, yeah. For tomorrow. Yeah, but it's nice for you to boil. To you, it's very nice. Inshallah. شحتني أنا. المهم اليوم ترى بعبينا غدا من برا. إن شاء الله نسيت أخبركم. فندق الفيرمونت باب البحر. مخبرنكم عنه هنا. إنه في معرض. في معرض ابتدى أمس واليوم وبكرة آخر يوم. وكل يمدح التصميم وطريقة العرض. وطريقة كل الترتيبات فتخبرت يعني من الفضول اللي فيه سألت متى أقدر أي لو من برا شوي بطالع قالوا ترومتي قبل ما تي العرب العرب تي الساعة 3:30 ساير تعيل بيكم الساعة 3 إذا بقدر أوايج لو من طرف المعرض قالت أبوي اللي مرتبه المعرض مرحبا بك يا أبو محمد انت ريه تشريفك قبل ما يجون العرب بندخلك بتاخذ لك نظرة وانت ظاهر اتوكل على الله لاني اليوم بسير عشاي في عيمان وين انا بتعشى اليوم دواركا نعم صح انا وين بتعشى اليوم انا ما ادري عيمان ايمان يا رجال الله درد
تخيلوا هاي السيارة منو فيها؟ حبيبها الداو خالتي الخالتي مصابت عيناوي. أنا مخبرنكم إن اليوم بيجينا غداء، وصل الغداء. ومن وين جاي الغداء؟ الغداء بوياي من دبي، دارك انت يل حي. طالبين نحن طالبين غداء من مكان اسمه كرانكي كراب. كرانكي كراب يعني معناته الكراب الغريب الاطوار. غريب الاطوار هذا اللي بتشوف، تعالي بسرعه عاد انقضي اظهري هذا العود اللي داخل. ايوه هذا عبارة عن خلطة كاملة ذاهب للأكل، هذه اللي تشوفونها ذاهب للأكل، عبارة عن لابستر وقبقوب ونغر وربيان. لابستر وقبقوب ونغر وربيان، هذا إن يا كنت في بر تعق القرطاس الإخاري وتيلس البالدي بوية على الضوء. هاي القرطاسه ليه داخل، هاي ما تضوء تقهر الضوء ما تخترب، تحطها بوي في جدر وتيلسها على الضوء بدون ماء. ونيت وانت في البيت مثل نحن حنيتنا طلب، في حال وصل بوظبي، وصل خورفكان، دبل، فجيرة، ليوة، بدع زايد، غياثي، السلع، اي مكان وانت في بيت، كل هذا بوي هالنمونة بسوسة، هذا ويحطونها بذرة بمحارة بدنيا، ويتودى وين؟ يتودى الفرن. ما تشوفون حطيناها في مالت الفرن، هذا قرطاسته، هذا ما يتفضى من قرطاسته، اذا بتدخلونه في الفرن خلوه بالقرطاس لان نوع القرطاس هذا يقهر الحروره. ومطرشين وياه هذا عيش برياني كلاماري اللي هو النغر ويا ربيان بهالطريقه، وعيش من غير ابيض بعد قحي. هاي نحن طلبيتنا هذا وياه اللومي ويا المحار بيان ونغارة وهذا الذرة. هذا مشروع إماراتي. سيري ودي الفرن بسرعة، هذا بسرعة. على فكرة هاي الأغراس ما يتدخلن في الفرن، هاي تفضن في جدر ويتحررن. ها تعالي ها make this one hot both of them. إيه told حفيظ to make it hot and bring it all these and this one. ها على فكرة واضطرت أبوي وياه أبوي قفازات ومناديل وسفرة. هذا اللي يصيرون كشتات ولا شيات، هو مره شغلها زاهد. المشروع هذا الله يحفظه بيرجع الى فتاه من اماره دبي. الفتاه الله يحفظها مجتهده، جابت فكره وجابت طريقه واسلوب مشروع منزلي، روحها واجفه على ترتيب شغلها، روحها واجفه من تصبح لين تمسي، وسامانها كله من دوله الامارات، من بلادنا الحبيبه. المنتج اللي تستعمله السي فود اليوم بيومه طازه تاخذه من السوق. وبنت ما شاء الله مجتهده وشغلها فكرتها وايد جميله، فكرتها جميله. نطلب من الله سبحانه وتعالى ان الله يوفقها ويرزقها ويرزق امه محمد اجمعين. الحين الله يحفظكم مني نحط الغداء، بنتغدى وبنصور لكم بنعطيكم تقرير كامل عن الغداء وبنحط لكم حساب إن شاء الله. وكل والله أني ما أتكلم إلا الصح، إلا الصح 100%. مستحيل إذا أنما بزين أقول زين، والله لو ينجلب الحبشة مستحيل. كفكرة فكرة ممتازة ومميزة وجميلة، ولا تشد حد سواها في الدنيا العودة، ما تشد حد سواها في الدنيا العودة، فكرة وايد حلوة. هي انا في النصيب. ايوه اوبن ذس هي اي نو هات اوبن عاد اوبن. يا الله يا الله يا الله، اسبوع تبري سنسيتيف يعني ان شاء الله. يا سلام. ايوه اوبن هير بعد اوسم اوبن. سبحان الله كيف قرطاس ما يحترق نص الباب. هذا عيشهم اللي هو العيش اللي بالربيان والنغر، هاي ما تشوفون، هذا عيشهم اللي بالربيان والنغر. روحه
هذا العيش، وهذا اللي شفتوه، هذا الربيان، وهذا قبقب، هذا قبقب من الأصغار، وهذا المحار بأنواعه والذرة، وهذا اللابستر، كل شيء في ورطة. هذا غرامي، هذا عاد ما بمال أكل متمدنين، لا مال أكل بويتك فيزر وتجلس تاكل بيديك، ما بمال متمدنين أبدا أبدا، ما بمال متمدنين. انت ابوي كل انت عاد انت على راحك بغفاز، كل انا ابوي ما بالغفاز، الغفاز انا اصلا ما داني بعيشة الله، السوس ماله والله يريح، توقعت انه بيمسهج ولا في ريحه لسهجه، ترى هذا وايد مميز اللي فيه النغر والربيان، هذه يا ابو فغراس هروحه مميز، هذاك عيش روحه ابيض عادي يعني، هذا لو بيسوى في اللي يسوى، ترى العيش ابيض ابيض، لكن هذا وايد فنان، العيش اللي فيه ربيان وقبقوب حاطين فيه صوص غير نمونة، وغالي فنان غير نمونة طعمه، ولا فيه على الشوكة ولا فيه على السكينة، ما سوي له وحده هنتين، هالمحار كل هنتين أخلطه في رقمة واحدة، أسمى أكل عيش والأوربيانة شويونة نغر، ولا بس تستوي عود واحد رقمة، أنا ما بدوه ثمين، خليت أبوي أم الدوار كتي لسبوي تكسر لي هالضبوع مال من الربيان ولبسته، ترى أقول لكم بعد شيء دخل نغر، ما كنت أدري بأنه شيء نغر، والله العظيم يا أبوكم يا ريحته رقم، والله ما تقول فيها أنه مظهر من بحر، هذا ما تقول أنه مظهر من بحر. Thank you. بعت بحت كفت لا لا بنفر الله قاله القبقوب كيف قادي ترف، أنا ما أدري به، ترف قادي ترف وناضي وناطع ومتشن، ما ادري وين طايح تبه القبقوب ما شاء الله، عشان ما بهلها سماميك، لحم غير طلبي ابوي حق نفر واحد، بالدي واحد هذاك اللي تشوفونه، لكن ابوي سد حتى خمس تنفار، حطها حط سخاء، حطها ما بحط دهانها، ما بدهان العمات، لا دهان الامهات، تحط ابوي بسخاء وكرم، ورقم واحد ولا قلطة، شيء مميز يعني ما يبالك كلام، ها لعبت اليوم لعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم إماراتي، مساكم خير وبركة من بلاد الخير والبركة، بلاد اللي كلنا يعني لها من شرق وغرب، انزين هبساير عيمان، مبساير عيمان جماعة، او الريال اللي انا عاز مني شورة مب عنده من اللي مدعاي عليهم وقايلين له يعل شورك مب عندك، هاي دعوة العوامر، وحال عليه دعوة العوامر فقير، امروا قال يلا فوق بقى الفلاني اليوم، جايين الفلانيين وجايين، قالوا له قم هلا ما شيء، لا حول ولا قوة، واشهد ان ابوي اللي ممري بهالعشانة انا واللي سايرين، ان ابوي ودوا دفاعت بلا عنكم انتم ان شاء الله يا المتابعين، فلذلك ما الله كتب، وترحلت السيرة الى ان شاء الله اسبوع الجاي، عشان ما حد قال له قم المراد حليلة، والله اني عارني يعني اغيب احله ولا اخوه ايش بيسوي ما يدري، ترى شوره ما بعنده ولا بتحت ايديه ولا يروم يشاور ولا يناظر، فلذاك فوق فوق يلس 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 قم بتقوم خلاص، شوره ما بعنده، هذا اللي لادمي شوره ما بعنده، لكن عاد على حل يوم امر ابوي عند خلاف عاد تعرفونه هو بتعرفون شوره عنده منو، اللي ابوك شوره عند هايين يا ابوك، هذا اروح يا ابوك لو بيقولوا لي لا تحترج سنه ما بحترج عشر، المراد اقول كم الحين ساير الفندق الفيرمونت، فيرمونت باب البحر بين الجسرين، بلغي نظره على المعرض من كثر ما متحنه لبنيات والحريم، بسير اطالع لو من خالي عن خاطري لو دقيقتين رمت اصور لو من خالي، ان شفت ما شيء اوادم طويل وايد مفروض أسير قبل نص ساعة والله، كنت شو أسوي؟
عيبني الغداء وكلت ولين قرقشت ولين تكسكست ولين عيبني شيء حامض شيء لامض وشيء والدنيا مطرجة. ويعني بخبركم الرقال شويون لكن صولبت وحين علني ضروري يسير في خاطر يسير أريد أشوف ترتيب هالي يقولن عنه والحمد لله نازل وحصل محدار قالوا لي تروم تي في حال ما كان شيء ضويل وايد روم دخلت عليا بطالع اللي تبا وتسير أنا الله كتب لي نصيب طالعت ما الله كتب لي نصيب ولا رديت أبوي بخفي حني إن شاء الله أني ما أرد بخفي حني. أقولكم ترى اللي في التصوير أبين تي من تنس ولا أنا فنان والله يا أبوكم لكن ما دي في التصوير أبينها من تنس غادي ها تحرني كراز شفتوا أبدا هنمون غادي أنا والله طويل وفنان وفي رقبة وفي التلفتين وفي ظهر ما بغاوي ما أدري ليش من تنس شفتوا له مضغوط جدر الضغط هاي اللي برح رحات مهات 6 لتر هنمونه في التصوير أبين ولا والله أنه على الطبيعة فنان واحد يعني واحد سقرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير. شيء طبيعي أنا وصلت أبوي هالمبنى الجميل وكان في استقبالنا هالسيارة الفنانة هاي تعال أنت منو أصلا؟ أنت منو؟ أنا خلود المزروعي. ما علي سامحيني عادة زين خلود هذا الشيء وحينه؟ هذا محل فلاور فلاور شوب منو ماله؟ الحين بيخبرونك عبارة عن شو؟ يعني هذا الفلاور شوب هذا سيارة متنقلة صح؟ هاي سيارة متنقلة وعندهم سيرفيسز كيف السيرفيسز؟ كان بليز اكسبلين هاي السلام عليكم هي حافظ إيهاب شغابة أقول لك could you open this one please how could you serve the people how could you serve the people how could you sell the people sir we are asking about regarding for the flower have wedding my house or party yes sir you can't come to my house and you yes sir we are doing this one sir that's what I need to know yes sir how many person you are 3 persons sir of course and how long this will take you are coming to Dubai Abu Dhabi any place along Abu Dhabi only sir only Abu Dhabi only Abu Dhabi sir. Ya Rabbi only per, Abu Dhabi as per my see thank you do you have any card or anything we have sir thank you شو القرطاس اللي خدتيها شو خدتي عادة خذيت جلابيه شو معرضهم داخل حلو غاوي مميز واو ولا عادي واو مميز انا عسبتي جاي صدق هيه. كاشخ ما شاء الله بعد حق الكاش خلى لي هنا يا سلام كل يوم اقول لك تحط لي اكل وتشهيني ليش شفتي جوي عربي كرتون هذا البزنس كارد مال السياره هاي محل الورد هذا اللي بيسوي عليه كابتشر وهم يوصلون لين موقع الاحتفال او موقع الشيء اللي تبونه وروحهم يسوون لكم ترتيب كل شيء وات ذا نيم نوستالجيا فلاور ها نوستالجيا فلاور مستارجة نوستالجيا فلاور مستارجة فلاور ثانك يو ويلكم سلام يا اصور لا تقول ما قلت لك اقول هاي منو هاي الجميلة فوز الفهد هي الفاشونيستا من الكويت هي البارحة كانت عندنا وغطت المعرض كامل زي وما قصرت جزاها الله خير هاي الجميلة عيال انت شو انا يا ربي الله يكون في عوني اليوم محمد بتاكل لي كبدي نحن في اي قسم الحين هالمكان الحين بدايه المعرض الحين بندخل بننزل تحت المعرض تحت المعرض تحت نعم زي اروم منزل ولا ممنوع لا 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 حاطين النوت هي إن انت بتكون موجود وين حاطين مساء الكرام عزيزي المشاركات المقام فندق البحر نود تنبيه بأن سيتم السوف بعد البلوغر أنا بلوغر حليلي ليه يقوم بالتغطية ما شاء الله عليكم الله يوفقكم إن شاء الله أنت ترى في بنيات في حريم ما أصور لا تحروني أصور أنا جاي بس إلا هذا عبارة عن شو هذا براند اسمه ساتشي عنا عبي وعنا فساتين العبي موست الشغل موستلي شغل إيد هاند ميد هاند ميد ايوه
مش هي حق مناسبات، حق مناسبات رئيسية، مناسبة الكبيرة الأعراس. في الأعراس. وين أقدر أشوف واحد منهم؟ في أشياء مثلاً. مثلاً هذا. هذا هاند ميد، هذا يأخذ أسبوعين شغل بس. أسبوعين شغل يشتغل عليه. شيء في شيء منهم في تور؟ في أشياء فيها تور. أوكي. أيوة هاي الأشياء اللي أنا. هاي كل سوارفسكي. أيوة. واللي قدام هذاك شيء تور على هذا دانتيل بعد. ايوه ما شاء الله عندنا فساتين غريب كلها نفس الموديل لكن بس الالوان تختلف صح بس الالوان والقماش بعد شو ايوه هاي دلع يا بوش يا سلام واليوم احنا مسوين 10% ديسكاونت ما شاء الله ما اليوم مباشره يستاهل بارك الله فيك يستاهلون 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 قلت هل بوت من ولا الكونسبت 101 ايوه تعرفين اللون هاي يسمونه شو اللون هاي يسمونه هاي يسمونه البولصي اوكي اللون هذا البولصي سمعين البولصي اللي يطلع البولصي البولصي هذا البولصي جميل اللون ايه هاي شو اللي يميز البوت هذا؟ خليه حد يقدر يعرض لنا هاي؟ حد يقدر يعرض هاي الفنانة؟ هي and these three please the purple هاد عبارة جلاليب ها؟ جلاليب والله وايد فنانات وخلي تظهر الصفرة لو سمحتي the yellow one please هي العودة the yellow please أيوة شو رقعت من هاي ما شيء يختار يعني وهاك المزرايات شو اللي هناك اها ها تصميمك روح كنا ما اقول عنك شيء ما شاء الله عليك ما يحتاج لادم بيصير شرق وغرب كل الزين وكله موجود عندك الالوان هي ستايلش يعني اي والله طح الالوان فايت فنانات بعد بكره ترى دخونهم مميز هاللي تشوفونه دخونهم مميز ريحته خنينه وريحته توتخ لكن ريحه الدخون تحيدون دخول الاولي دخول الاولي الغاوي هاك اللي فوتخ في الحويات النمونه ما يندرى على كم سعره شو اسمه نوع واحد هالدخون This is two types. Sorry. Two types, yeah. One is liquid type and one is the ball type. But the same, is it? No, the other one is mass and the other one is different, little bit. No, about the smell. Different, different. هذا ويليبه يسوي كابتشر على هالفيديو واحد اثنين ثلاثة بلود هالترتيب كله منو ترتيب منو نسق هالدنيا كلها اللي مسوينا فوغ اكزيبيشن هم اللي مسوين المعرض كامل باشراف دارة مواطنة وما شاء الله عليهم هذا ثالث اكزيبيشن ما شاء الله وايد ترتيبهم فنان على فكرة أنا عمدة ترى ما أروح حين أصير بالكاميرا لا يمين ولا يسار عسب ما شاء الله بنات وحريم ما أروح أصورهم ما في عقب يظهروا لي قصة وصوروا ما أدري شو ما في الحين وين يصير؟ الحين لما ندخل أنت صبري هالمكان اللي بنود الحين كل فنان هلا ما نصور شيء من هذا الشيء الغالي لا بنصور إن شاء الله بنصور خلاص شوف الديكورات أنا وايد عاجبني الديكور الترتيب خل وهاي أساس صبرني أنا شو تبيني صبر الثمان بعد أسوي لك معاك أريد أتصور ما أبالغ ما أبالغ إذا أني قلت كأني جالس أحلم تنسيق بوتات ترتيبهن ما شوف أنت ترى التصوير والله هن عمدا ما بصور لا تحاتن ما بياس أصور أصور بس سامانكن شو اسمك قلت لي خلود اقول لك تعال شي حق المظهر على متي اقول لك يا ابو كان ودي لا تمشحني والله روعه هذا مصمم من وين مطلوبه حيه او ميته والله العظيم يا غير نمونه صبري خليني خوزي انت قبل لي
يا ربي في خاطري انزل كاميرا اي ظهرا هاي لا ما هو منزل. منو اللي مسوي الترتيب المعرض هذا؟ اللي مسوي الترتيب عمر جولد. منو عمر جولد؟ اسم عمر جولد ولا الشركة؟ اسم الشركة عمر جولد. ايه هم اللي ينظمونه ويسوون ال شيء وايد جميل. جميل جميل شيء جميل. هم مسوين ديكورات كاملة. وسامحوني بي ما روم أظهر لكم تصوير زي ما زي يميع الحريم باجفات. ما في خلاب ما بمشكلة التصوير مشكلة بيقولون قصة اللي بتقول هاي تبوي قال لي لخالي قال لي وعي لي قال بيجلس لي قطع ما تقطع وأنا ما فيه يخيلن البنيات كلهن يخيلن هذا أبوي مثلا بوت بوتهم هذا على ما تشوفون مريم وندى مريم وندى كلهن أبوي بنات مبدعات وترتيب على ما تشوفن ما في الحاضر مدح ترتيب أكيد مميز وفنان من أساميهن يبين اسمها مريم وندى بعد شو تبه مريم وندى عبق الماضي وحضارة المستقبل على فكرة ترى كل بوت عندهم مواطنة كل بوت عندهم عندها مواطنة عدالة اللي تصمم واللي ترتب واللي تسوي كل سامانها لكن يخيل ما يبن يظهرن في التصوير كلهن يخيل يعني كل أشياء والله كلها أشياء مميزة يبال شرح طويل عريض وأنا ما أعرف هالمواضيع أنا اللي علي أني أصور لكم لفتة نظر ايستوفا اسم ما سامعها هذه بسم الله المديرات قلابيات ودراريع وعبي هالمكان منو له فابلد دراسات وزينه موديل عبي اذا سامي شوي صعب عليك هي نعم انزل فابلد دراسات جلادين زين انت تصورين ما عليه انزين وهاي زينه مودا زينه كيف حالك انت عرت ازياء انا عند زينه زين ما شاء الله شو عندكم الشيء المميز بما ان الحين اشتاء شيء مخمل شيء غليظ هاي شيء يا سلام يا سلام يا سلام كثير عندنا قولي لي ما شاء الله فين اللبس زين كله زين كله قرب الله تراسه مغلظه ما شاء الله عليها قلت ما شاء الله زين هاي ظهر اللي فيها القماش هاي هي راسه مغلظه بين كل شعره وشعره شعره ما شاء الله عليها شي في فولك عندكم شيء في فولك؟ طلعي له الفولك المياوي. مال عراس. ترتر. إيه إيه هذا اللي فيه الصليج. أيوة. ما شاء الله. هذا بوتهم وايد جميل. معروضاتكم وايد حلوة. ممكنها بدون ما تحطيها على بس إيه بالهانجر. أظهريها هنا في السا أشياء جميلة عندهم مميزة شو اسم المصمم زينة مودة زينة مني هاي زينة مني زينة منو زينة مودة مصممة بعد مصممة هي هذا إذا بتأخذ وهذا أبوي زعبيل محل إنزين هذا أبوي هذا ابو كاركتم وين البزنس كار ليكم بالمجلوب مو بالمجلوب لا لا مو تسوي هذا ابو سماها ترى وايد فنان زعيم عنده شغل اي نعم شكرا جزيلا هلا نورت مشكلة تبوي ما يبين يظهر هذا ابو قسم ترى مال فساتين هذا الحين ما طري هذا شو هذا هذا اللون عاد الملكي ويتأيبي يبي هذا الحساب وهذا حساب هل بالفساتين هذا حساب هل. السلام عليكم كيف حالك بخير ما شاء الله عليك عندك بوت هني ولا جاي تتشرين هي فنان المعرض ما
ما شاء الله انت بكبرك فنانة ما شاء الله يعني. الله يحفظها. رفيعة بنت علي بن مطر الفلاسي، ايش حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ يقولوا لي كنتوا في ابو ظبي اليوم، ليش؟ كان عندنا جلسة مناقشة اصحاب الهمم في المجلس الوطني ها. مع سعادة الوزراء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله. تغديتوا ولا؟ تغدينا، احنا غدونا ما شاء الله. غداهم كان فنان؟ فنان رقم واحد. هي وزرائنا كلهم مميزين. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا. شيء اخبار جديدة لذوي الهمم ولا؟ شيء الحين اليوم بيناقشون الجلسة. عندي 3 أيام ان شاء الله بتحصل الجواب منهم. بيكون شيء قرارات جميلة؟ شيء باذن الله. كالعادة. كالعادة. الحمد لله الله يحفظكم. الله يحفظك. انت بس صوريني حلو انا صورت؟ الاثنين. يلا الحين هسه اصور. هذا فهد هذا شغلكم انتوا؟ ايوه هذا انا اسف. زين. عباره عن شو معرضكم؟ عندنا هني مغربيات وعندنا عبي. العبي اسمهم اي اي والمغربيات اسمهم ار ام، المصممه ريم الجسمي. ما شاء الله. هالكوليكشن الجديد حق رمضان والعيد واول مره ينعرض في ابو ظبي بيكون في المعرض. وهاي شو؟ ما شاء الله خوز انت. ما شاء الله ما شاء الله. قرب الله تن. حويتي بنت هالفنانات حق اللي تلبسنها اللبس كله؟ والله لنا موزان اللي عليهم. اي والله. كيف حالك؟ ما شاء الله ما شاء الله. اسمع عليك امر، حتى من الدين كولكشن عبي جديد، كولكشن مغربي جديد، كله شغل ايد، كله اسوار رسكي. ما شاء الله. اول مره ينعرض في اماره ابو ظبي في معرض فوق. انت ما عليه تظهرين لو ما تبي تظهرين؟ ما تعرف ان صوتي كفايه. صوتك يا ربي. ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. منزلين كولكشن عبايات مميزه جديد لاول مره في معرض فوق. وين كرتكم؟ هذا كرت المغربيات، هذا كرت العبايات. هذا وين كرتكم؟ شو الاسبوعك؟ اسبوعك امتان؟ كم امتنه؟ قول الله اكبر. يعني بيصغر. بنضله. نحن وصلنا هني. السلام عليك. وعليكم السلام. حليلها. هاي شو؟ هذا البوت شو؟ ذا ديستريكت دبي. It's in Jumeirah. We have multi-brand stores like we have designers like Manal Hamidi, Ego, Malak Abayas, Khulud bin Arab. Could you show me these? Yeah, sure. These things, please. Sure. These are by Japanese designer. She uses one of the sustainable fabrics and eco-friendly fabrics. So these are by. This fabric, what is it? It's like organza. Here's organza. It's not this like one, this one is organza. Here the organza. Yes. Here look like silk. Is it? Yes. Sir. Silk and organza. Yes, there are so many colors. Is it? And she is very good with linen as well. هي والله من نواتك جميلة بعد مثل كتان. يعني شيء جميل. How many colors there is from this one? So you have like. And black nothing. Yeah. But that's okay, show me the your the card. The card is this, the district. Okay. We are at Jumeirah. Okay, and here? Here we have Malak Abayas. Would you like a jalapeno? Yeah. Hi. Malak Abayas. MashaAllah. وهذا ابوي ها هذا حسابه ما يندرى شو ماله صورته هذا انا شو مي ذس وان شو مي شراث الغزل مال ياروف مال نيسا حلو something new يعني something new strange yes. هي yes. show me the face please face thank you very much thank you. ما تبين تصورين؟ لا تصوروا يعني. ما شاء الله عليك السلام عليك. عليكم السلام. يعيبني الحرمه الجريئه الفنانه اللي تيها النمور تبى تصور. ليش لا يعني؟ حياك الله. والله. عندنا منتجات طبيعيه. مثل شو؟ عندنا قبلة 3 إصبع، عندنا ماسكات الشعر، منها ماسك الصغار بالجرجير ويقوي بصيلة الشعر يقلل من الصفاقة. شو التصنيع من وين عاده؟ هوم ميد. كله هذا هوم ميد؟ هوم ميد. وهالتغليف وهالباكينج وهالشيء كله هوم ميد معقوله؟ ومنزلينه عندنا في الصالون ونوزع اغلب الصوالين تاخذ من عندنا المنتجات الطبيعيه.
عندنا ماسك الصبار. شو الشيء المميز عندكم؟ مجموعة من الماسكات المميز اللي هو واو، اللي هو ماسك الصبار بالجرجير، يقوي البصيلة، يقلل من التساقط، ومن القشرة يكثف ويطول الشعر. وعندنا ماسك حليب جوز الهند، يناسب إذا الوحدة شعرها مصبوغ أو متقصف أو تالف أو معالج بالكراتين بالبروتين. عندنا بعد شامبو السدر، هذا يطهر فروة الرأس من الحكة، من القشرة، من الزيوت الموجودة في الفروة، لأن كل ما زيتت الفروة كل ما سببت تساقط للشعر. ومسوين بعد علاجات بالحنة داخل فيها 20 عشبة، بالإضافة لماركت ناشي معروفة ويانا هني. ماركت شو؟ ماركت ناشي معروفة ويانا في الصالون، حق البشرة وحق الجسم، علاجات طبيعية، فيها كوندشنر، فيها شامبو، فيها ماسكات طبيعية. وعندنا بعد اللي هو سكراب القهوة، إزالة السلولايت والدهون الموجودة في الجسم. بنحط لك أرقام التواصل، اللي حاب يطلب المنتجات الطبيعية هذه أرقام التواصل ممكن يطلبها، واللي حاب يزورنا في صالوننا حياه الله. مكان الصالون منتزه خليفة بنايت تسليم. ما يبالك احيا صحيح ترى تصورني، هي كل زين وكل فنان وكل، لا تحات ما اصور حد منكن. اي شو تحب نزاد تقول لنا بالنسبه حقنا؟ الله يطرح الكل بركه، رخصا للبنيات وللزباين حق يمشي شغلكن. هب تبيعين بهاي الحكي؟ رخصا للزباين ورب العالمين بيرزقكن. هي نعم ان شاء الله انها بتناسب. وحتى لو تشوف بعد الوضع السوق والله هنه الله الله في العرب شوي شوي بس، وكل زمانك بيمشي ان شاء الله. شرفنا. السلام عليكم. يا بنت هاي عروس. تفضل عندنا كلابيات دريسز خارج مناسبات. انت ايش اسمك؟ سالي. سالي لو سندريلا. سالي او سندريلا. ايه زي واللي وراها لو سمحتي. هاي مثل لبستها بس لون اخضر. ايوه كله مشغول على الهيئة. تصنيعهم في وين هذا؟ كله هون بدبي. ما شاء الله ما شاء الله على دبي، كل شيء فنان في دبي. هاي من ورا كله هلا هذا ما هذا هذا الله هذه جنة. هذا خارج خارج سهرة. شفتي؟ عارف ها هذا كرتكم؟ هذا كرتنا المصممة مدام مريم. ما شاء الله الله يحفظها. الريم ترتيب كل فنانكم وايد فنان ما شاء الله، حاطين هاي اللي راس عنب وكلها رؤوس غلاط، ما وحده راس سرفي متسمسر. الذهبية هايج ممكن؟ الذهبية هاي ذهبية؟ الذهبية هاي ايوه ايه هاي 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 الفولة كريج عيب للصليج بنك عاد ايش دراني بهنا بنك. ربي عاد يزقرني انا الصليج. انا وصليج خليت. شكرا شكرا شانكيو ثانكيو جزيلا ثانكيو جزيلا. العبي شيء هالكم العبي حليلها بس فيك والله يا ابو كل اللي يحب اللي ما يا هالمكان غلطان. قلنا لكم والله يا اللي هالمكان غلطان، كل شيء مميز. على فكره انا ما رو منزل لاني مع الحرير فلود لبي تعالي. هاي مال بنيات صغار صح؟ ايه عندي سوان فورتيس يسوون كان اكسبلي مور اباوت ذا دريسز جلابيه ان ابايز كل الجلابيات بنيات صغار يا فور ذا بيبي اند وي هاف فور ذا زين شو مي ذيس بليز. Which one? This one. Yes, turquoise. Yeah. Hey. Allah, Allah, Allah. This is 3S collection. And the other one is 701. We have abaya and jalabiya. Abuya. This one. This one. عندهم عبي حلوة وعندهم الجلاليب والأثواب. Yeah, and we have this. Salama, sir. اسم دخول سلامة؟ اسم الاسم روحه يسوى لها بألف حرمة الاسم. السلام عليكم. كيف حالك؟ هذا ترتيبك انت ولا ترتيب منو؟ انا وماي بارتنر نورا. نورا مني؟ نورا مشغولة الحين. زين زين. هو ذهب والماس. لا
لكن طريقة شوي مبتكرة. مثلا يعني مثلا النكلس مالنا هذا المشهور يطلع فوق وتحت، فالبنت تتحكم فيه على حسب اللي هي لابستنه. وله خواتم؟ هي وها خاتمة والبريسلت ماله والإيرينجز. هاي القطعة اللي ورا تمثل هي فهمت. تبدأ تلبس القطعة الصغيرة كل يوم مصفدة. مصفدة هي عندنا أنواع أحجار، ها المادر بيرل، عندنا مالكايت، عندنا أونكس اللي هو الأسود، وعندنا بيبي بينك كوارتز. أقدر أشوف أنا هني؟ هذا البينك ولا غلطان؟ لا هذا الوايت. أوكي وهني الأسود والأخضر والبينك هنا. أيوه. ها كلن دايموندز؟ هي دايموندز جولد، وهني عندنا أساور ذهب. ها كل التصميم منو؟ انا وماي فاطمه. زين انت منو؟ انا فاطمه. ما شاء الله عليك يا فاطمه. وين البنك؟ شوف البنك من كثر ما هو غاوي عازلين روحه. وايد يجنن البنك، ترى جنان جنان. والله كل ترتيبهم غاوي. الله يوفقكم ان شاء الله. السلام عليك. كيف حالك؟ شا اسمك انت؟ هند. هنود ما شاء الله ما شاء الله. منو تنقل لك هالاسم الفنان؟ امك لو ابوك؟ امي. شو دراك عاد انت؟ انت صاحت ساعة صغيرة وما تعرفين. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. نحن وين الحين؟ اليزي بوتيك. اها دار اليزي بوتيك. هذا ابوي وفيوري. هذا اليزي بوتيك وفيوري، هذا ترتيبهم وهذا شغلهم. جلابية. انا زايق من الاسعار الحين. شو اسعاركم؟ لا الاسعار الحمد لله مناسبه، تناول جميل. الله يوفقكم. طلعي شيء عادي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. نقت العادي. Another things. كل هاند ميد. شغلكن انت؟ عندنا شغل. ما شاء الله عليكم. الله يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم. يا ربي المغادله فيها ما في حد. انا ابو منسرها. اللي ما تبى تظهر تخوز. ها. السلام عليكم. برايت تظهري انت؟ زين السلام عليك. شو الشيء المميز عندك؟ زين عندي هالقطعه. نعم هذه فيها قصه. الشغل اسود طرز، فيها قصه في الكم. شو المميز احنا بعد الفضة؟ هذه بعد عندي موديل جديد ما شاء الله. عندي قطعه سبورت حق البنات يحبون الستايل. طلعينها لو سمحتي. شانيل. ايه حلو جميله ولد. الموديلات معروفه في الانستغرام. زين وين انستغرامكم؟ 1 2 3 تشك. عندنا ملابس صفا زين، وعندنا بعد عبي هاميو كولكشن. بس هذا زين. وشي عبي؟ ايه عندنا عبي. في تشابه وايد في الموديلات العبي، وايد تشابه. هاي اللي منك لي هاي اظهري لي هاي مخططه. هي شكرا جزيلا. مالكم الكرت هذا مال السامان هذا؟ هذا البوت ابوي من شغل بنات هالفجيره. هذا ابوي شغل بنات هالفجيره كل عبي. وين اسم محلكم؟ هذا محلها. مفروض حد يظهر لي داخل. كيف الناس الحين ما بظهر وجهك ان شاء الله. هذا نوع. يلا ردي عبسه وطيب بهري نوع ثاني. اوكي هاي اللي علي. ايوه هاي ام الفولك رويدي بالله عليك. يا سلام شكرا جزيلا. سلمي على هلك اللي في الفجيره كلام. هذه عيسى السماحي ترى. والله والنعم. اسمعي يا عيسى السماحي ترى هاي بنت اختك.
ثم طلعت خلي اصورها. قالت ابوي انا خالي بقص راسي خالي. سلمي على خالي. الله يسلمك. عليك. ايش حالك؟ الله يسلمك. كيف انت؟ شو عندكم؟ نحن عندنا فساتين نسافر دول مختلفه خارج الدوله، نتلقى منهم فساتين من كل فستان عندنا قطعه او قطعتين. فساتين ما تتكرر عندنا وتكون خاصه حصريه بحنا، واحنا متواجدين ان شاء الله في الشارجه في اي وقت المواعيد ان شاء الله يتفضلون يتواصلون. يعني الارقام موجوده على البزنس كارد ان شاء الله. هذا البزنس ابوي الكارت مال الفساتين. فساتين هم من كل فستان عندهم قطعه وقطعتين، قطعه وقطعتين، ما شيء ما شيء جايبين يعني ما شيء قياسات وما شيء الوان وما شيء نفس الموديل. شو هي؟ يعني هم يتخصصون كل وحده تتميز بهالفستان، اي وقت حابه تلبسه تلبسه. أيوة. تتميز فيه يعني. لا قصدي اللي بتقولين مقاسات، شو المقصود؟ يعني الموجوده هني المقاسات هي اللي موجوده من كل ما شيء له يعني. هي هذا هو. اي ما شيء غيره. ها يعني حمل حد يلبس شراته يروح هذا. بس انتي تنقزين تلبسين وحده. هاي عطورات يسمون عطورات سجع موجودة في الإمارات، وكرتهم بنحط لكم إياه. عطورات مختلفة أنواعها، اللي يبي يجرب يبي يعرف وين مكانهم بنحط لهم. هذا عنوانهم وهذا هاي أخبارهم كلها. ها اللي يبي يسوي كابتشر معتقد مضاربهم والله كلاسي بين فنانات تسوي بكسات غاوي أحجام مختلفة. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف أنتو؟ خير. شو عندكم شيء المميز؟ نحن عندنا عبي ودرسات وكفتانز. هالعبي مالنا وهالدرسات مالنا. نحن عندنا عبي داد، هالدرسز كلن يداد، وهالعبي بعد يداد، وهاي له من الجدام وعليهن سيل. يعني شيء قديم عليه، ما قديم يعني مو قديم يعني من اللي قبل. اللي قبل نحن قطعنا مكان يبن من برا. هذا لا. لا نحن هذا اورفك اسمه هذا هي. وهذا تبكن انت عشان حشرات مال الحرمه. هذا حق عرايس والله. حق ريدت حنا صدق وانت معرساته. هذا ابوي كارت، هذا ابوي سامان. يا ربي ممكن كلكم ما تبى تصورن؟ يلا ياس اصور انا. شو المميز؟ المميز اول انا وين الحين؟ نحن في لينوفر كولكشن. وين اسمه؟ هذا اسمي. زين قصات عبي مش من العبي العاديه، قصات عبي قصات امهاتنا الكلوش بعد هي. وين راوي لي شيء؟ شوف من هالعبي اللي انا بس نشوف الكلوش. انا كيف اقدر اصور؟ اقدر اصور هي شوف العبي هي الكلوش راهيات مو بالعبي المعتاد. هي 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 ما شاء الله. ادري من هاي كم من قصه مثلا. هاي بعد نفس الشيء. ما تبي تظهري انت؟ حطي الكاميرا كذي. لا ايوه انت صرتي ظهرتي عقب تقولي قص الفيديو وانا ما في اصور مره ثانيه. هاي من القصات اللي كذا. اوكي شيء غير. هذه بعد ممكن هني انك كلوش نوته اكثر ان شاء الله. لابسه جلابيه عاديه والله فخامه. شوف انت هي كل عبيه تقريبا نفس القصه. هاي بالله هاي واحده. هاي لا هاي اللي وراها اللولو. هي هي هاي قصتها القصة اللي فوق عادية لكنها كلوش من تحت. أيوة. هاي عادية شو المميز فيها هاي؟ هذي كلهم قطع ماركات نفس هي. اللي أنا لابستنها. أها. تعطي فخامة في اللبس. وهذا البزنس كارت مالي. زين. هذا أبوي بزنس كارت مالهم. واحد اثنين ثلاثة. شك. كلها حماية بين يظهر؟ لا تظهرون عادي. تظهرن انت تظهرن. زين قولي والله يا ربي ها ما بتعرف حتى يظهرن. زين شوف بوتين. هذا البوت الاولي جلابيات عباره هذا 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 اسمه وهذا رقمه. شو الشيء المميز عاد حمان؟ شو الحين اللي بنصور ما يبي احد يظهر لي داخل؟ ايش قال الناس بتشوفه الحين؟
هالكولكشن حصري أول مرة نعرضه في هالمعرض. شو شيء؟ طبعاً كلها شغل يد وكلها قطع يابانية. وبتشوفها هي القماش على شو تعتمدون انتو؟ على أورغانزا بسلك؟ في الكرب الخام مش مخلوط، وفي اللينن بعد خام مش مخلوط. وين لينن؟ هما هذا هالينن. خيبة لحدي علي تصاميم لرمضان والعيد. هي والله فضفاضات حق دخلة المطابخ، وهذا قدام بشاتير ما بضيج عليكم رصاص. حليل هم شرات لبنى اسمها الأول. أبوي الأول ها شي فتح الكوت بعد؟ ما شي فتح الكوت بعد. شو اسمه محلك؟ المين بوتيك، متواجدين في دبي. عبي جلابيات كل شيء عندنا. شو اللي يميز جلابياتكم وعبيكم عن باقي البيبي؟ يونيك وايد، ان القطعة نفسها فيها كذا قطعة فوايد يونيك عبي. والدرسات هاي ربيعتي بأس فاشن. وين يربيعك عاد الحين؟ عاد الحين مش موجودة. ما بصورت. زي سيري. هذا فستان واحد. هذا واحد نفساتي. مشكلة أبوي ما يبين ظهرن ويوهن. والله أنا قبلك تحرك تصورة. الحين هاي تعرض الكندورة ولا العباء؟ الثنين، الدرس والعباء. أيوة. هذا إلمتي ديزاين. هات البوتيك شو شو اسمه؟ الليميتد ديزاين. الليميتد ديزاين وميز. اختصاص كان عبي و ايه شو اسمه؟ اسمين كل وحده بوتيك. هي 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 وحده عبي وحده فساتي. وين فساتي وين العبي؟ هذا هني عبي درسات. خليه تظهر لنا شيء من العبي ان شاء الله. انا عادي في عندي هذه صورناها بكبرها هاي. انزين هذه ايه والله شيء مميز، تحس ان فيها ابداع يعني. وين الكر البزنس كارد مالكن؟ الليميتد ديزاين. هذا اللي بس صورتي سويت. طبعا معاك المصممه الاماراتيه موزل جنيبي. والله والنعم. مصممه عبايه وعضوه في مجلس سيدات اعمال ابو ظبي. ما شاء الله عليك يا الموز، ما تسوين الا زين. هاي هذا كله من نيو كولكشن. شو الشيء نقدر نطالع؟ هاي تبعكم انتم؟ ايه هذا من نيو كولكشن. طبعا كله نشتغل على القصات والشغل الايد. ما شاء الله عليك. هذا كله تصميم حصري عندنا نحن بس. بارك الله فيك. هذا البزنس كارد مالكم. طبعا ام جاسم من متابعاتك المخلصات. مين جاسم؟ ام جاسم امها. ايه الله يحفظها. من متابعاتك المخلصات ومطرشت لك هالنقصه. بعد جزاها الله خير، مشكورين ما قصر. كم بشلل عاد كل دقيقه حد يعطيني شيء. هذا انا اقول لك شله. شكرا. مره اوصلك سلمي عليها. سلمي عليها سلامه كثير. الله يسلمك. شو هذا؟ I tried to make the nice picture. تحرك اعطيني شيء. عليلا ثانك يو. هاي yeah we have chocolates. This one is Rocky Road. We have dates with pistachio and sprinkle of coconut. And this one what is it? A coconut cake. Yeah and we have truffles. We have also rangin. شو بدي رانجين؟ Where's your card? Here's our card, sir. هذا البزنس كارد مالهم. عندهم ثلاث أربع أنواع من لكن كله حلو. الرنجينة شكله مميز. والله كله هوميد. أكيد هوميد يعني رنجينة يعني وين؟ إيطالي يعني مثلاً. وهذا أبوي شغلهم بعد فنان. هذا عبارة بوكس مشكل فيه كذا شيء. كل حلويات شكله والله أنيق وفنان مرتب. وهذا فتحي البوكس هذا سمحت. عبارة عن شو هذا؟ هذا التمر. هذا صح. شكرا.
وهذا تشوفون بسكوت بشكل عدة أنواع من البساكين، شيء بالفستق وشيء بالبيدام شيء بالنخي شيء بالشكر وشيء ما أدري شو، وهذا بيكرر مجنون عفان هذا بيكرر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا بك. شو عندكم؟ أنا عندي جلابيات وبساكين. ما شاء الله ما أقول عند شيء مقوات كل هذا عندك. الله يبارك لك. يسلمك. زين رونا شيء. هي لابسة هاي اللعبة مخمل بعد. شو رايك؟ هي والله هاي فري سايز لو شو؟ لا 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 تفصيل، كل اللي عندي تفصيل. لا لك قياس. القياس هذا ميديم. ايوه بس اللي عندي القياس دائما تفصيل يعني. ايوه واللون هذا اي عده الوان لو لون واحد؟ طبعا اي لون يبون. تفصيل يعني تفصيل. وهذا في البيت عندكم؟ هي عندنا. شيء ترخيص عاد ولا بلا اي ترخيص؟ ان شاء الله. أروم أفتن عليك. ليش يا ربي؟ وين براندك أنت؟ الزري. زين. إذا خلي حد يظهر الفساتي. أوكي. هذا خليك تظهر هذا. خير 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 خير. تكود بكبر. يا ربي هروحي جنن. هب مقواك أنت. وين الكرت مالكم أقول لك؟ ها كرت أبوي الفساتين هاي اللي هنا. اللي هاي كم المخمل اللي تبيعي بتري. هذا كرت تمروحه. أتكرت تمشاهد المخمل مالكم دور. شفت كله تنسيق بتنسيق. إيه ما شاء الله عليكم. تصورين ولا ما تبين؟ السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. ماي كلوزت بوتيك اسعاره تبدا من 500 لين اغلى شيء 1300 عندنا. اه يعني اسعاركم وافد. اي اسعارنا بس نعطي ديسكاونت لاكثر من عباره طبعا. اها ولا من صوبك بعد طبعا. تفضل هذا كارت المحل. زين وهذا كارت ام ابوي هاي من هالراس الخيمه. الله من هالراس الخيمه. لا ما يبا احد يوصي ابوي هالراس الخيمه ما يحتاجون توصيه. اسمهم شالنهم. وهذا شو؟ شو بديس بليز؟ وهذا بي سيجنتشر. هذا ابو بديل. هاي براند مال اوكي هي اوكي تيك ات. هذا كارت. ثانك يو. ثانك يو عليكم. ما تبي تصورين؟ هذا محلنا هذا للاطفال. وانت معي ما تبي تصورين؟ لا ابغاك بس يعني بصورك بصور محلك بدون ما صورت ما بصور محلك. لا بصور. انا اتريع الدم. لا خلي هنا بدام ترمسي خلينا نحن فيها. شو عندكم؟ نحن عندنا عبي ودرسات. هذا الدرس لعبه وفي عندنا درسات ثانيه كلها كلها هذا الدرس وهذا طبعا. زين الوان كل متقاربات اللي اظهرتيهن اظهري شيء شوي بعيد لما هاك الاصفر هناك. ايوه ما شاء الله. هذا شو؟ وين تكملته؟ نورته. ايه ايه مناسب حق السفر اكثر شيء. وفي هذا يعني للعزايم لشيء يطلعون. زين وين الكرت مالكم؟ وخصم 20% للي من طرف هذا. ولو ان خصم 20% للي عن طرف هذا الخادم ما يندرى بس صدق والله؟ لا صدق. قولي والله قولي والله والله ترى حلفت في دمته ان شاء الله. عليك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله الله يسلمك. هذا كله مال بيبيز. كله مال بيبي وكله تصميمك؟ تصميمنا ونخيطهم في مشغلنا في اسبانيا. ما شاء الله. بعدنا من صفر لين 10 سنوات ونسوي حق بنات واولاد. ها كل شغلكم؟ كل شغل. يعني ما حد ما شيء ولا محل عنده النمونه؟ ما شيء ولا محل عنده النمونه. انت من وين؟ انا من بضبي. ما شاء الله ما شاء الله. شو شيء اشياءكم كله كبار كبار ولا هونو؟ عندنا لين 14 سنة.
نسوي عاد نخيطهم. أما هايل وايد فنانة. شيء في شيء شيء شبيه على هايل؟ إيه. مثلاً. شوف عندنا نفس الموديل. يا سلام. وأسعارنا تبدأ من 200 وفوق على حسب الشغل والماتيريال. هذا مثلاً كم؟ هذا على 350 درهم. والله أسعاره موافقة مش هي. وايد مش وايد الأسعار. يا ريت بسرعة بليز كويكلي. هذا كم؟ هذا 350 درهم. عشو اللي أرخص؟ الأرخص عندنا على 200 درهم. Show me the 200. شو هم رام our classic designs there. عندنا هالموديلات السيمبل وكلاسيك. زي وهاي منتجات مال الموالي؟ مال النيوبورن. هي والله هي عندنا حق بنات وعندنا حق أولاد وكلهم بطنة بقطن عضوي. ما شاء والله هي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعندنا شوزات الحين بدينا فترة تجريبية نصنعهم بعد في أسبانيا. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا. استاهل. Thank you. يا وين ذا البزنس أربعي مالها لبس البنيات صغار زين وفنان كل شيء فنان. كنت مع حد صورت وانا مع حد. زين هذا وين اي بوت هذا كان؟ كان هذا. شو اسمه؟ ذا اس فاشن. هذا اللي صورنا قبل شوي يسموه ذا اس فاشن. ام جاسم ام احمد اللي مطرشت لك الدخون تتريى تعليقك جربه وقولها رايك انت في ان شاء الله. السلام عليك. حياك الله. اهلين كيف حالكم؟ شو ترتيبكم عاد حينا؟ احنا جوري فاشن وعبي وحي اللي لابسه اللي لابسات لنا ترتيبكم انت؟ من في درسات للسهرة وفي درسات خفيفة للشغل للطلعة العادية ما شاء الله. انا هذا البست كولكشن للعيد. شو الاسعار عادة تتراوح من الى؟ 300 لاكثر شيء. والله أسعار ليش يقولون وايد كل شيء غالي وغالي وغالي؟ ما يونس. بلاش يعني تبن شيء بلاش؟ بلاش ما شيء أبوي. دكان وخياطة ويايات من دار لين ديرة. أنا أبو بعد أكثر عن أقل عن 300 درهم يونية هي يونية. أنت الحين أنت السكشن ماكم مع عبي. أسوي راويني. نعم. كل عشان العيد كمان. ما شاء الله. الأسعار 1400 بس في ديسكاونت للبيو للعبايات. زين هذا شو بتقولين؟ هي اللي تقول؟ هي بتقول وأنا ثانية. مرحبا عندنا جلابيات مغربية عندنا شغلين التفصيل في البيت وعن طريق الانستغرام عندنا قطع متميزة مثل شو؟ هاي الله 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 يا الليموني الله يا الليموني الله يا زباينك عندنا خصم خاص لك خالد انت حبيب الكلمة. الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام. حق المناسبات وحق العرايس كلها مشغولة شغل ايد. هذا انستغرامنا ورقم التليفون. بعد عندنا من القطع المميزة هذه كلها مشغولة شغل ايد وشوارفسكي اصلا. وهذا السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ شو عندك؟ نحن دارين هاند ميد. ايه. بالطار في نفس هيك البرسل. انزين. ما عندك هون كمان ام اند ام. أسعاركم تتراوح من 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 وين من شو لين شو؟ جلابيات 1200 هي تقريبا. العبايات 1200 كمان. الدرسات 1500. راميني شيء الدرسات في نفس اللي أنا لابسته هذا بألف. والله هاي السادة اللي انت لابسينه وايد فنان. ايه سلام. شكرا. ايه والله هيك على الطول كمان. هذا
وين وين الكارت مالك؟ اي هلا كروت لهالمحل وهالمحل. هي يلا عاد ثانك يو. هذا ام ان ام زين، وهذا مال فساتين اللي هي لابسه واحد منها. شكرا كثير. عفوا كثير. الانستغرام هنا هذا مشروع شو؟ الكرخانه. زين زين، تبى تصورين تبى تربسين؟ زين عادي عادي يلا زين. هذا مشروعي الكرخانه، في عندي تصاميم جديده يعني عندنا. شو الشيء اللي ملفت للنظر، شيء اللي يميز الاسم هذا اللي يستاهل اسم الكرخانه؟ شو اللي يستاهل اسم الكرخانه؟ ما ادري راويني تصاميمي انا هي اللي زين. راويني راويني. اوكي لحظه شوي، ما بصوي ثلاث حاتيم عندي في هذا النيو كولكشن. زين زين زين. عندك هذا النيو كولكشن هناك بعد فيه هاير هذيلة. عندك عندي جاكيتات بعد شتوية بعد هي هذيلة. واي اللحظة بطلع لك يوم هذيلة والله حلو شكله، حلوين حق السفر. في هذا شكيب. عندك هذا اللي على العارضة شو هالريو وجوية محمد في اسم الكرخانة. اسم الكرخانة روح مميز، هذا هو اللي يجذب أصلا. الله يوفقك إن شاء الله. أنت من هالوين؟ بالربيع. ما شاء الله. هذا أبوي، هذا أبوي ترتيب خدمة شغل الكرخانة. نحن وين؟ Our prices are all 1,000 dirhams, and wedding abayas are 1,500. هاي حية فاد والله، يا بتلها يا بحقها وحدة فنان وحرجة. إن شاء الله عليها. هي والله تقطينها مكرمتنها. Daily This is for wedding, huh? For wedding. 1,500, all the wedding abayas. Show me the back, please. Where is your business card? Thank you very much. And even much. This one? WM. Bad. Thank you. Shuhina, where is the name for your boutique? Other Women's Stories. هذا. Women stories. Why nothing red? ليش ما في أحمر عنبو؟ شو ياكم على الأحمر؟ هذا غسل العبي. Show me the first one, please. أم العبي مالات للعرس يعني. Where this business card? أروح ريحة مميزة. هاي عندكم؟ عندنا المكتوم والهيان. هاي الحين هذا من وين؟ المكتوم. أيوة. وين أروين؟ شو كرتكم أنتم؟ هذا عودكم شيء معطر هالنمونة؟ أي. في عندنا كمان عطر الهيان والهيان. هذا عودهم. هذا شو اسمه العود هذا؟ المكتوم. وين وين عرفته؟ هذا المكتوم. كم أسعارها؟ 30. بارك الله فيك. هذا ابوي كرتبه. وها بعد كل اكسسواريز. بسم كل. السلام عليك. عليكم السلام. تطلعين ولا ما تبين؟ لا مش عايزه اطلع. يا راجل. ان شاء الله عليك.
يا رب. احنا عندنا اكسسوارات مكليه ذهب وفضه زين، والفسوس زركون وعليها ضوان. ما يتغير؟ ما يتغير بالعطر بالعطر اي حاجه اكيد اكيد. تقول ما يختلف على العطر. وعندنا في سيلفر كمان عيار 925. وين الكارت مالك؟ شكرا. شكرا. اللي مش عاوزة تطلعي. Hello. How are you? I'm good. ما شاء الله عليك. What's your good name? Mina. Mina. You? Sasha. Sasha. Sasha look like Natasha. Natasha, there's a restaurant they call it Natasha, صح؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله شكرا. زين شو بثروا النحين عندك؟ احنا عندنا وين؟ اول شيء اسمه محلك؟ مش موجود هني، مش كاتبينه، كاتبينه غلط فوق بعد ما ادها صلحتوا لنا اياه. بيصلح ان شاء الله، بيصلحنا في المعرض الجاي سامحوهم. يا شيء هوي هوي ما عليه. شو الشيء المميز عندكم بنتي؟ عندنا كاجوال وير، لبسات شوي يعني ستايل مغطية شوي منك حق اي. يا سلام. يعني شوي بدل. شو الجي اللي شرات الجينز طلعي لو سمحتي؟ أي واحد هذا هي. ها شكل جميل وايد فنان. شيء مقاسات منهم؟ حلو والله. قولت شو الفئه المستهدفه عندكم؟ عندي البنات من اعمار نقدر نقول من 15 سنه لين 30. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. وين الكرت مالكم؟ خلي خلي اوكي كرت كرت مال ماركة هاي. شو المميز عندك؟ عندي عبي، عندي درسات حق السهرات. نعم اوكي. وعندي عبي حق الاعراس. اورجانزا ولا شو؟ هذا فور. زين. وعندي حق شوية ستايلهم شي شوية يعني ما يحبون ديلي يوز مال الاستعمال اليومي. شيء عندك؟ عندي حق الاستعمال حق الدوامات. هي هي. حق المناسبات. وعندي بعد الدرسات الله. هذا حلو حلو أنيق. ما شاء الله. وين البزنس كارت مالكم؟ شين ديزاين. شين ديزاين. هاي السلام عليكم. I have a product with a makeup and skin care product. It's delivered in 48 hours. 48 hours؟ توصيل. خلاص. التوصيل تحرت الميكاب يتم 44 زغط. ميكاب ان سكين كير برودكت. ميد ان وير ذس ثينج. ميد ان يو كي يو اس. والله. كندا. كندا. مختلف المكان. وين مكانهم؟ مقرهم وين؟ هذا البزنس كارت مالهم. تبع محل مال المجوهرات. It's founded by عاش الشامسي. عندنا كذا نوع. هني تبدا من الابراج. عندنا المين كونسبت مالنا اللي يدخل فيه اللي هو ديزاين الدايموند. الروز جولدن الجولد جولد والجولد. اول شيء الروز جولد والجولد والوايت جولد. اي ما شاء الله. واسم المحل جيوان جولز. والاوردرز ممكن يكون اونلاين. هل عندكم ما شاء الله عندكم حساب على انستغرام؟ هي عندنا. شيء واضح هذا كله موجود؟ كله موجود. هذا كله تصميمكم انتم؟ نعم. كله تصميمكم انتم؟ هي تصميم يا له. وهذا بزنس كارت مالهم. وهذا هو نفس الانستغرام؟ هو نفس الانستغرام. احسن مميز وناعم.
هذا اسم بوتا 35 لاين، يعني 35 خط. وين صرتي؟ عدالي شو شو هذا شو بتقولي لنا؟ والله ما اعرف شو اقول لك الصراحه. كذابه وجايبينش حقها. عبيه اسعارها من 400 ل 1500. زين ما شيء اي واحد ما حب يظهر ما حب يظهر اي وحده منهن. اوكي شو مي اوكي ذا فيرست وان. اسمي عيب من الصليد. وين البزنس كارت مالكم؟ البزنس كارت مال هالمكان. شو اسم محلكم؟ ميرودا. ميرودا على بناتي ميرودا. الله يحفظها ان شاء الله. شو عندنا مغربي عبي مغربي كله. هل المغربي مالكم انت؟ هو شغل ايد والعماله عندي مغربيه والله، وكله عندنا يتنفذ في المحل. حد زين يردينا من هالمديرات اللي هناك ممكن إن شاء الله. بالاخص الاصفر هذا كله رسال في شكاتين يشتغلون عليه. والأيدي العاملة نسائية ولا رجالية اللي عندكم؟ عندي نسائية وعندي رجالية. ما شاء الله. ربي هذا بعد سماوي لعدالة؟ هي هي. شيء من قطع تكون عندنا حصرية. شو من الأسعار؟ مواجهة إن شاء الله. يعني؟ كلهن على 1005 و1300 مالات المناسبات. وهي المغربيات؟ على 2005 1008. يستاهلها. على فكرة يستاهلها. هي نعم. يرزى ويستاهل. هي دقيق وفنان. والقطع ساعتنا عندنا تكون حصريه مش موجوده. ما شاء الله. شكرا جزيلا. الله يخليك. هالمحل الحين اللي فيها الشيء كامل هذا. نعم. منو ماله؟ مالي مريم النيادي. والله والنعم يا ريم. ما شاء الله ما شاء الله. وين بزنس كارتكم؟ ان شاء الله. الريامي شغلكم ما شاء الله كله مميز وفنان. والله يبارك لكم ان شاء الله. الله وايد جميل ودقيق في العين في الجميل. ما شاء الله ما شاء الله ودقيق والفينيشنج ماله في من اجمل ما يكون. هذا البوت مالك شو اسمه؟ بيانكو ديزاين. زين عباره عن شو اللي يميز ابيكم؟ بس عبي عندكم. شو اللي يميز ابيكم؟ شغل الشج. ليه تروح على اللي نحسك؟ الهاند وورك، يعني نحن بس نشتغل عن هاند وورك وشغل الشج هذا اللي يميز بين القصات والشغل. هذا نيو كولكشن عندنا نحن كولكشن العيد. بيجيك الشغل بعد من وراء ما شاء الله. وأكثر شيء شو شيء يعني أقدر أقول أنا ما شيء شراته قطعة ثانية ما شيء شراته؟ هي طيب طيبك وعاش حبيبك. يا سلام يا سلام يا سلام. انت من هالوين مايا؟ عيمان. عيمان اقول اليوم بوري بصير عيمان وخنت ما الله كتب نصيب. وهذا ابوي هالبزنس كارت مالها. اليوم بوني معزوم الله كتب اني اكمل. انا مو تابع كم سلمي على امك كثير. انا ما احب منك بيقول ابوي تابعك طول اليوم يسلم على امي. هاي منو؟ سلام عليك. من وين هي؟ تونس. قرب الله تونس ما زينة. تونس الخضراء حي تونس الصفراء ما شاء الله. الله شو الشيء المميز عندكم؟ راويني هاي بالله عليك سودة. المحل في مغربيات وعندهم فساتين كتور نفس اللي لابستها. وين بدأ هذا مالها؟ هذا تصميم اسمه بالانس. هذا هو هذا اسمه. مختصين في الجلاليب المغربيه والكتور فساتين. ما شاء الله. شكرا يا مال تونس. بارك الله فيك. زي السلام عليكم. وين اسم المحل مالكم؟ ندوتي غير. هذا اللي فوق هي. هذا المحل هذا اسمه
شو يميز محلكم؟ شو المميز عندك؟ أنا عندي جلابياتي كلها سادة سمبل. العاديات الاستعمال للاستعمال اليومي للعزائم يعني لأي شيء. ما بمال عزائم عادة. ليش مال شو؟ مال تسيرة. سمبل. هي. أنا شغلي سمبل يعني مو بشك وتي. هي. اللبس العادي هي. وتميز قصتي إنها فرنسية مو بسيدة. وشو أسعارك؟ عندي من 150 إلى 400. والله سعر معقول. هاي على 150. والله شغل وزين شغلها وفنانة ورخيص. أنا مستعد من اللي يقولون غالي وغالي وغالي. أنا ما أشوف شيء غالي. هذا عندي. 100 و150 وما أدري شو الغالي. تبون بلاش؟ بلاش ما أحب أجسم بلاش. هذا عندي دبس. هذه فيها القصة فيها شغل. هاي على 400 أغلى واحدة. شوف الله يسر أمورك. هاي كم حينة؟ 400. هذا اللي فيها قصة وشغل. والسمبل هاللي تو ترابيتيني هالشيء؟ هذا على 180-150. والله حلوات. هاي للاستعمال اليومي. هاي الاستعمال اليومي. حرير هاي؟ حرير. هذا السكادة الاندلسي. شيء سادة؟ لا ما عندي سادة كله شيء عاديات يعني. هي. بعد سان لوران. على بالك عندي بعد هرمز. باع ما اقول عن شيء. شو هني؟ عبايات. ها ابيكم. شو اسم المحل هذا؟ فانيسا فاشن. بتصاصي عمرك وايد يعني؟ انا شي صوتي. ولا؟ هاي عبا كلوش كلها شغل. وفي عندي ما ابغى اليضه شويه ما بتجي له هذه خفيفه عشان والله لا والله ما بهينه تطيح تشوفها فقير هاي اللي بتلبسها وهالكرت مالها ثبات حلو راوي انت لابستنها اللي انت لابستنها هاي جميله شكرا وهذا ابو الكرت صورت كرتي هي اول بادي انت اتعلم عباية هي very beautiful collection انت وارهب عباية everything ما شاء الله distant everything ما شاء الله ما شاء الله it's our best seller for now this is for wedding yeah it's for wedding it's very light but the same time it's very chic Also, we have something special like this. This model is very beautiful as well. Yeah, I'm sure it's special. Yeah, not only special, very special. Yeah, it's look very nice, and our customers they love it. MashaAllah. Where is the business card? And I will show you one more model. This is Julie model. It's very famous. هذا حين هاي درس من البحرين الله الله البحرين كبر هاي يا سنة تبارك الرحمن نسوي منه كل الألوان يعني لك العلب بالطلب صح بالطلب نعم أيوة شو بتراوينا شيء جديد أنت ما تبين تظهري في التصوير صح ما بصور ثلاث حاتين بس مغطية شيء بعيد أيوة البنات هاي صح؟ ممكن حق الأمهات حق البنات لكن أتوقع حق البنيات يعني أكثر لا بعد يصير الألوان خامجة الأمهات بعد يسوونها عندي كحلي بعد هاي الكحلي ممكن أفهم هاي اللون وهل عليه الزري الزري الوايد هذاك هذاك اللي في الكورنر نيلي هذا؟ هذا شو؟ هاي نفس اللي على المانيكان قطعتين مع حزام منين المانيكان؟ هاي إيه شو إذا سمحتي؟ بسم الله بتسمعك ام محمد وين منهن من البحرين هل من دق دقور دق الله 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 ما يتغير لونها هاي هل البحرين بكبرهم ما يتغيرون وين شغلهم بيتغير ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لكم وين الكرت مالكم شو يميز محلك اللي يميز محلي عندي جلابيات
شرات المخمل هو ما بمخمل ولا شو هذا؟ لا هذا شيفون. شيفون؟ ايه هي والله. نقدر نغير اللون اللي تبونه. أتوقع له لون الروز. ايه. غادي وايد أحلى صح؟ ايه في بعد لون أسود في لون ذهبي على حسب طلب الزبون. غلاية هاي ولا عاديات أسعارها؟ سعرها 1400 لأنها شغال. شو غير العبي عندكم؟ يا سلام هالحزام صح؟ الفجيرة ها؟ ما شاء الله وين الكرت مالكم؟ وحنتوا جايات من الفجيرة؟ نعم من الفجيرة الله يحفظكم إن شاء الله هذا الكرتم هذا سامان كنت أنا شاركت لك في المبدعون في برج العرب هي نعم كنت أنا من المبدعين ما شاء الله الله يحفظك تستاهلين هاك اليوم التكريم وأنتي مبدعة لهذا ترتيبكم وياي من بلد الإبداع الفجيرة شو خليتي الله يحفظكم إن شاء الله البوتيك اسمه بوتيك برونزي عندهم مال صغار وعندهم مال كبار وعندهم مال حريم شو المميز عندكم؟ يا ريت لو تعلين حسك لو سمحت زين شو عند ما صغار مال بنيات عندي كمان مولينات حياتي يعني اعمال صغيره في عندي بعد ما شاء الله هذا البزنس كارت مالكم؟ رمزي بعد بعد اونلي عبا؟ عبا يا جلابيات شو ميذا جلابيات؟ هذا بعد يا سلام دلع يا بوش thank you where is your business card هذا business card ما أفهم شو اسم المحل what's the name ink right ink by enough thank you اسم أبو البوت هذا عسجد العسجد معناته ذهب ها كل الشغل ايد وشغل ابوي شغل يد وهذا هاي ابوي مقطوع سر ابوها رعيت هالبوتيك في مدينة زايد بس معروف وين عالي مدرسة الكندي هي خوزو يا سلام طنطل نص الليل سلام عليك قرب اللاتة ايوه والله فنان لبسه انت سمفل وين الكارت مالكم؟ بزنس كارت؟ هذا هو عليك كيف حالك؟ شو عندكم؟ للعبايات والأزياء وفي عنا كرتونات كمان. عندهم بوي عطورات. عبي. في عبي. شو الفساتين اللي عندكم؟ في عنا أعرس. أنت وينين اللي حطوا شيء حرمة حطوا؟ والله. ما شاء الله هذا شو يسمون اللون الحين هذا اللون نود على نود على
شكرا جزيلا. شو اسمك انت؟ انا اسمي نادية. نادية من وين؟ من المغرب. الله يا سلام عليك يا نادية. شكرا. وين في المغرب؟ طنجة. طنجة قولي لي. شمال المغرب. بعد كل حقي انا؟ يا ربي. حليلها. أنا وايد لافت انتباهي تصميم ديكور المعرض جميل. كيف حالك؟ ما بصور ثلاث حاتين إن شاء الله. هذا كله من نيو كولكشن. نعم نعم ما شاء الله. محلك شو اسمه؟ ميسون كولكشن. ميسون كولكشن عندهم كله شغل كل عبية. أورغانزا هاي؟ مكس أورغانزا مع شعب. إيه. حتى في عندهم للمناسبات. عندنا أشياء عملية. شكراً. Let's go. Yes. They have a travel work. Yes, and they have also jalebi. للسفر يعني. Yes, for the safari. هذا جلبية. Okay, show me the jalebi. Okay, back. أخيراً شفنا لون أحمر. Okay. For the travel, please. للسفر هذا. يحبون يسافرون. Where is your business card? Thank you. This is patterns by Arij. Uh-huh. Okay. They have a location in Abu Dhabi in Khalidiyah. They have collections everyday wear party dresses same like this. Uh-huh. This is for parties? It's parties. Show me something from here. Okay. We have this collections. Uh-huh. Same this design. Okay. And we have also this collection. Attached with the belt. Okay. Collection. Okay. Try to fix it like this. Thank you very much. تابعونك. Swine design. هي. عنا عبايات. Okay. وعاملين اوفر الحين يعني على 800 درهم العبيه. زين حد يظهر ظهر شيء من العبيه حق الناس تشوف. اول ديزاين عندها. زين. غريبة عجيبة. أيوة. في الانستغرام طبعاً لأنه مش موجود حتى يعرضهم. عندك أربع ديزاينات. One, two. اسمهم بي لاين. هذا شيء مش مكرر صح؟ ما حد عنده شراء. ما حد عنده يا بي لاين. ما هو من اسمه. شو يعني؟ يعني شيء غريب. والله. عجيب. أعطيني الانستغرام. البزنس كارت مال الشيء الغريب العجيب. أبوي هالجماعة جايين من البحرين وهذا البوت مالهم. هاي بساتين سهرة. ها ما سهرة صح؟ أي عندي بساتين سهرة وعندي جلابيات خفيفة حق الاستقبالات وحق رمضان. هذا والخلق كله ستان هذا؟ لا في ستان في جاكار في. اوه هاي بالي وحدة عادة تلق بيضة كأنها شحمة. ظهري هاب الفولك الكبار بالله عليك. يا سلام
يا سلام يا سلام يا سلام. وهاي اللي تسوي هناك؟ هاي بعد جلابيات نوع الجيمس فوت. هاي الجيمس فوت كم اسعارهن هاي تتراوح؟ في على 900 800 700. حلوات والله هاي. اسعارهن من 700 من 700 ل 900. وهذا شيء جميل هاي حلوات. يا سلام حق السفارة وايد حلوات. هاتشيت صبيو شويونا هي كان حلوة ولا لا؟ أحس إنهن يمشن وايد هاي. عمال واحد يلعب ليوة ما شاء الله. هي طلع هاي هاي هاي. يا سلام يا سلام. لا هاي وايد جميلات. أقول لك شو اسمك خلود؟ أظهري هاي مرة ثانية لو سمحتي. وايد جميلات وايد حلوات هاي. شغل كم كله زين يا هالبحرين. يا الله هالبحرين مميزين. وهاي أسعارهم تتراوح من إلى؟ ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا. وين كرتكم؟ الكرت نسينا بس هاي. دبان كانت وايد بنات عندك؟ لأنه قطعنا كثير حلوة. أنت بكبرك حلوة. شكرا. عفوا. إحنا ستوفا. وين هذا وين الكولكشن اللي علي؟ هذا؟ ايه. ايه عبارة عن شو؟ يا سلام. انت معرسة؟ معرسة؟ ما هو ما شاري هاي عرب الله تمن حالة. الأول ما تمن وحدة تطلع هالطول. انزين. في هيدا نفسه هيدا اللون؟ ايه. لا والله كان ذهبي وايد أحلى. ذهبي أحلى؟ ايه. في كمان هاي قطعة. كمان كتير حلوة على البس. أوه. هذا كتير حلو على البس. ياس إيه جميل. أجمل وايد شيء حلو جميل ومميز. هبل له مميز وجميل. الأسعار شو؟ شو اسمك أنت؟ شروق. شروق مميز. أسعاره شو؟ نحن أسعارنا حلوة كمان. خلينا يتواصلوا معنا. أها. ذوين هذا؟ كل زين وكل هذا 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 ما... هذا عنوانهم أبوي. هذا عنوانهم. ترتيب سامانهم كله جميل. كله جميل. بعد فرجينا؟ بعد فرجينا. بأكثر عن شيء؟ بس علينا. شكرا جزيلا. شو اسمك قتيلي؟ شروق. شكرا شروق. بزنس بزنس منزلي يمتازون ان شغلهم بس اختصاصهم الخدمة المغربية للاستعمال اليومي والفساتين سهرة واللي فيه فولك واللي فيه فصوص واللي فيه هذا شرات القماش. المهم كله شغل بيت يسمونه هوم بزنس. روحن بنيات مغربيات روحن يشتغلن في بيت ويكدن على عمارهن على هاليتن والله يساعدهم يساعد أمة محمد أجمعين. وأسعار حلوة مناسبة. وأسعار كم أسعار من إلى؟ من 400 إلى 1900 و500. أسعارهم من من 400 إلى 1500 يعني من 500 إلى 1500. ايوه هذا حق البيت. وهبع بالله بكم هذا اسعارهم؟ هذا من 250 الى 450. اشياء وايده. بزنس كارت مال اللي توني صورت لكم اياه. هذا اللي هذا مكانهم هذا شغلهم هذا ترتيبهم. هوم بزنس. ما تبي تطلعين انت؟ عادي تصورين؟ شكرا. نحن في وين؟ أهلا وسهلا.
هذا متجر اولكسوري. هذا اولكسوري متجر. من وين انت؟ متجر سعودي. سعودي كل البراندات عندنا. عندنا فندي. اها يا ريت لو تعلين حسيت شوي لو سمحتي. برداتشي. ايه عندنا بعد. عندنا فالنتينا ما شاء الله. هذا قسم الاكسسوارز. تيشيرتات عندهم. عندنا ديور فالنتينو دولتشي غابانا كل البراندات موجوده. بارك الله فيك شكرا. وين البزنس كارت؟ البزنس كارت ما في عندهم. وعندهم ابوي هذا اكسسوارز بعد. كل البراندات اللي في الدنيا ابوي جايبينها معروضات عندهم. شكرا جزيلا. هذا حق رمضان. زين اذا حد يظهر لي بهذا حق رمضان. هذا شو مخمل لو شو نفس شمال. اي والله. وهي شو لابسه؟ وين البزنس كارت مالكم؟ شو شيء غير هذا عندكم؟ شيء جاهزة ردي فيه. هاد ديلي يوز. يا سلام هاي فنانة. حينة. هذا صالون هوم سيرفيس يسوون سيرفيس في البيت. نعم. ويغطون كل مناطق بضبي والعين. زين. وعندهم كل الخدمات مثل من المانيكير بديكير شو اللي تحتاج الحرمة الشعر بديكير الأمور اللي تخص المرأة. وين هذا؟ وهذا عنوانهم. وهذا عنوانهم خربوت. شو اسمه؟ نس كلاس للعبي. هذا تشوفونه عندهم عبي حق المناسبات. هلا مرحبا بكم. نحن في مس كلاسي عندنا عبايات كولكشن من زي حق العيد. أسعارهم تقريبا من 700 إلى 2500. هذا الكارت مالهم. وهذا الكارت مالهم. شكرا وحياكم العفو. هذا الشو حينه اسم البزنس أماش ترندز. أي شيء جديد ينزل في السوق نقدم للمواطن. مثلا عندنا مثلا الجلابياتين اللي تتكلم فيها. عندنا جلابيات حق رمضان والعيد. حد يظهر هنا عادة؟ كيف الناس بتشوف الحين؟ وعندنا بعد أبي حق رمضان والعيد. زين. وآخر آخر وحدة ممكن؟ هذين اللي مسوين عليهم الفسمات أبي للسفر. إيه. هاي الأبي. شيء منهم عمليات وشيء منهم حق المناسبات مثلًا حق رمضان أو البيت. بارك الله. وهذا كاركم. خلود المزروعي. شكرًا جزيلًا على هالدعوة المميزة الفنانة. استمتعت بالمعروضات والعارضات. عارضات طيبين طيبات وطيبين شيء من هنا هي عبارة طيبين. مشكور وما قصرت علي.
وسامحنا على القصور. لا والله ما بدأ منكم إلا كل شيء وافي وكل زين وكل غاوي. وإن شاء الله يكون عيادكم شاء... معرض. المعرض مميز، المعروضات أشياء مميزة، شيء منها فريد من نوعها مش موجود في أي مكان، بضاعة مميزة، مشغولات مميزة، طريقة العرض مميزة، وديكور المعرض بكبرة مميز، مميز لدرجة الإبداع، ومواطنات مبدعات عارضات فنانات وكل زين وكل غاوي وماشي إشاراته في فندق فيرمت باب البحر بوظبي. لين متى موجودين؟ موجودين لين بكرة إن شاء الله. نعم. الساعة من الساعة 12 للساعة 10، 12 الظهر للساعة 10 إن شاء الله، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. مسرحيتنا شنو هاي والله؟ 7 و8 فبراير، هلا بالخميس بي براس الخيمة، رفع الشاشة فوق. تقول أبوي ما حد قال لكم النداء ما قبل الأخير، يوم الخميس ويوم الجمعة، يوم الخميس ويوم الجمعة مسرحية هلا بالخميس بطولة طارق العلي في رأس الخيمة الحبيبة، ومع مجموعة من ما شاء الله تبارك الرحمن الممثلين الكويتيين جايينكم من دار لينديرة، ويبون لكم الأناسة في رأس الخيمة الوناسة. نعم، فلذلك اختاروا رأس الخيمة، بيكون فيها عرض مميز وإمارة مميزة ببالها بزينها بناسها بهلها الكرام بأرضها الطيبة بكل ما هو يفرح خطرهم، بيكون الأداء أكيد أكثر عن رائع إن شاء الله. المهم أبوياي عيزان ما في عين قطرة، المهم اللي تخبرون عن الجاكيتات الأمسية الحراريات هاي المقاس اللي يعني أنا عشان اللي بيطلب يعرف شو قاسه، أنا إنسان ترى عريض ما بضعيفوني، عريض طول وعرض في ما خل الطول عادي ما الخقة ودرها. وين أبو محمد؟ وين تبع؟ ترى أنت عازمنا لو نحن عازمينك. أنا شو اسمه أنت عازمني ولا؟ ها؟ اليوم عندك ولا؟ لا لا عندك والله يا أبو حنسيت، نسيت البوك. يا ربي ما زين أجواءك العاصمة، ما زين أجواءك العاصمة، ما زين أجواءك. سلامي على هالجو الفنان المميز. How are you? I'm well, thanks, and you? Well, I see you. This is the second time. It's the second time, but yes. Last time I didn't just see the Snapchat. I didn't see it. Yeah. Because you don't have my account number. Okay, are you gonna give it just, to me? Just in your hand. Okay. Hi, Gamlo. Okay, Gamlo. I will be happy to see it. Thank you. You're welcome. You. Inshallah. Inshallah. No. Shukran. Shukran. كل واحد. هذا يا عزيز. بالله. منو هذا؟ Hi, one second. فروي. ها؟ فري. Okay. رادة. Hi. Nice to meet you. Nice Thank to meet you. Our favorite celebrity in the UAE. He's here in Masa Al Batin. Hey. We like him. He's always here. He brings business to the show. Thank you. Thank you. May you live long as well. Thank you. Yes, they are here. How are you guys? Nice to meet you again. Thank you very Please much. Please keep on coming. Inshallah. Love you. Me too. Tasha said in Abu Dhabi. Enjoy. We appreciate. Enjoy the bag. We appreciate the support. Keep Thank on coming. You. To see Thank you. Next you. Time. Thank see you, girl. You from Tasha's Albertine. My hair is like I'm carrying a pods on top of my head, but it's actually my natural African hair. But it's good. Thank you, appreciate. Thank you. شفت أبو محمد؟ مبسوطات؟ مبسوطات؟ إبراهيم ما أسمع لك حس أبوي. عيز مسكين.